مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المنتدى في قناة ليبيا الحدث. دائما نسعى من خلال البرنامج إلى الحوار الهادي والهادف والبناء، والذي نستقرئ فيه ومن خلاله كل معطيات الواقع في ليبيا وما يتماشى مع هذا الواقع وتداعياته. في هذه الحلقة ستكون أعتقد حلقة مميزة، لأنها ستكون مع ضيف مميز، وستكون أيضا لقراءة مدمجة ما بين الإعلام والسياسة، وهذا موضوع يفتح بشكل كبير جدا مع زميلنا وصديقنا وحبيبنا الأستاذ حسام الدين التايب، الإعلامي والدبلوماسي الليبي. أهلا بك أستاذ حسام. أهلا بك أستاذ. أول ظهور لك في برنامج المنتدى، ونتمنى أن تكون دائما كما عيدناك ظهورا قويا بإذن الله تعالى. الله يخليك، تسلم. ومميزا، وقراءة ما بين السياسة والإعلام في هذا الواقع، ونبدأ معك بإذن الله تعالى بعد قليل. مرحب بك أستاذ حسام من جديد. أهلا بك. هو إن شاء الله منور دائما. الله يخليك بك. نعم. وأكيد بكل نعم. الزملاء والمشاهدين الأعزاء، هو في واقع الأمر أول ظهور لي على الإطلاق في قناة ليبية منذ أكثر من 6 سنوات، كان آخر مدة طويلة يعني. طبعا فترة طويلة. نعم. وهذا أول ظهور، يعني هو أصريت أن يكون مع حضرتك في هذا البرنامج. نعم. شرف الهادئ. شرف الهادئ. لأن نحب أن نطرح أفكارنا والهادف أيضا، لأن أيضا حضرتك يعني الهادئ، وإن شاء الله يكون هادف طبعا إن شاء الله دائما. لأن الواقع مليان بالتشويش ومليان بالضوضاء ومليان بالمتناقضات، مليان أيضا بالإخفاقات ومليان بالحزن، ولكنه لا لليأس مكان فيه. لهذا نلتقي ولهذا نتحاور ولهذا نتحدث. نعم. لأن الحق هو الذي ستكون له الجولة الأخيرة مؤكد، ولكن كيف نصل؟ لا نريد أن نصل إلا ونحن معا جميعا. نعم. يجب أن نصل إليه. نعم. نحن معا جميعا. نعم. ونحن نقرأ معا. نعم. القراءة السليمة الهادئة الصحيحة. نعم. المجردة. المجردة من الأيديولوجيا. صحيح. ومن الانتماءات. صحيح. صحيح. ومن أي شيء. صحيح. إلا. صحيح. الارتباط بهذا التراب وهذا المأمول أستاذ حسام دائما، هذا المأمول خصوصا. نعم. عندما يكون الحوار مع إعلامي ودبلوماسي وكل وسائل الإعلامية يجب أن تنتهج أعتقد هذا النهج. أولا ونرحب بك في بنغازي. أهلا بكم أهل بنغازي. لسنا في بنغازي. الله يخليك. ما بين السياسة والإعلام أستاذ حسام، أعتقد يجب أن تكون هناك قراءة للواقع بسيطة جدا كمفتتح لهذا الحوار. من أين نبدأ؟ نبدأ بأنه لا انفصال أبدا بين السياسة والإعلام، وبالكاد نصل إلى 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 الحيرة أمام نظرية الدجاجة والبيضة، أي منهم سبق الآخر. نعم. يعني الدجاجة سبقت البيضة أم العكس؟ نعم. في واقع الأمر من منه أيضا في خدمة الآخر؟ هل الإعلام جند ويسخر لخدمة الأهداف السياسية؟ أم أن السياسة هي في واقع الأمر مجموعة من المشاهد التي يحياها المتابع، التي تشكل مشهد عام إعلامي منظور سمعي بصري، وبالتالي تشكل مشهدية سياسية معينة. نعم. وينتج عنها تكتلات وتحالفات. نعم. وأطماع وأيضا رؤى مشتركة، أيضا تآمرات مشتركة ومؤامرات مشتركة. يعني وهذه الحياة يعني فيها. صحيح. الخير والشر. صحيح. وبالتالي والصراع مستمر في ليبيا. منين نبدأ في فهم الواقع الليبي حتى نستطيع أن نستقرئ ما حدث وما سيحدث ربما؟ يعني في ليبيا نبدأ من محاولة فهم السر الحقيقي وراء كل ما يدور. ليس الآن فقط، وهذا السؤال الكبير يعني. نعم. ليس الآن فقط. ليس من بداية الاحتلال التركي البغيض اللي هو آخر ما وصل إليه المشهد الليبي. السياسي. نعم. والوطني الليبي. نعم. من بؤس. نعم. وليس أيضا من فبراير. إن كانت كتاريخ، أنا في واقع الأمر أتعامل مع فبراير كتاريخ، هو تاريخ فقط نتج عنه حدث أو حادث معين. نتصور أو يتصور حتى الذي لا يتوافق معه أنه من الممكن أن يجر وراءه تغيير ما. نعم. نعم. من المفروض أن يكون إيجابي. والتاريخ لا ينكر يعني دائما. طيب. وأيضا ليس قبل ذلك. لكن دائما أرى أن كل ما يدور في واقع الأمر لنقل من عقدين من الزمن يحاول أن يجيب على سؤال جوهري، وهو أساس أو لب المعاناة في واقع الأمر. من يحكم ليبيا وكيف؟ الكل الآن يسعى للإجابة على هذا السؤال،
للأسف الشديد حتى السنوات الأخيرة قبل فبراير والتي كانت يعني مؤشرات بداية مشروع ما كان يسمى بليبيا الغد، ليبيا الغد نعم، لم يحاول أن يجيب على هذا السؤال في 2000 يعني 4 5 يعني ورا بالضبط منتصف الألفينات بداية يعني تغير بعض بعض التغير الطفيف البسيط عن النظام الجو الـ 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 يعني القشري إن صح التعبير تغير سطحي وكان لم يكن في العمق في الجذور واللي استبشر به الليبيين في ذاك الوقت ربما بعد فترات سنوات طويلة من العقود من النظام وصلت بها الناس إلى حالة من أنه لا جديد لم يستطع أن يقدم نظام السابق أي جديد في السنوات الأخيرة يعني كأنه هرم ويهرم المشاكل الداخلية لازلنا نحكي بتجرد طبعا طبعا كل لا لا هذا نعم الموضوع بتجرد وهذا لازم نتفق فيه دائما كإعلاميين ولا لا نعم لا لا, لا, لا هذا نعم الموضوع بتجرد نعم بتجرد متجرد طيب مطلق طيب أنا شخصيا ليبي مولدا ونشأة وأصلا وتربية ومعاناة ودراسة نعم ونجاحا نعم وإخفاقات نعم نعم فبالتالي سأتحدث بتجرد لأننا نتحدث عن الوطن إذا تحدثنا عن الوطن بصدق سوف نجد أنفسنا نتحدث بتجرد نحن لا منتمين لأي كان لأي توجه سياسي أو أيديولوجي أو فكري أو عقائدي نحن ننتمي فقط لهذا الوطن ما هيش مبالغة ولا مزايدات بل بالعكس نحن نتعامل مع أي تنظيم أو منظومة أو نظام سياسي أيا كان أنه خادم لهذا الوطن فمن أدى هذه المهمة بشكل جيد فنحن معه وهو لأن هذا هو المطلوب ومن قصر عمدا أو قصورا القصور يعالج والعمد يكشف والتاريخ منصف صحيح. التاريخ لا يجامل صحيح. سيقدم لك ما يمكن أن تقدمه لك المرآة تماما بدون رتوش فبالتالي لم تستطع العقود الأخيرة 20 سنة الأخيرة على الأقل أن تجيب على هذا السؤال من يحكم ليبيا وكيف كيف يمكن أن تؤول المآلات في هذا البلد كيف يمكن أن يكون مصير هذه الأمة هل وضع النظام السابق معايير للمرجعية لننسى ما حدث في فبراير أو نترك هذا التغيير الكبير طبعا أكيد والخطير بكل ما له وما عليه صحيح. ولعل السنوات للأسف جعلت ما عليه أكثر مما له إن كان له شيء لأن الكثير يتحدث عن مبادئ فبراير وهي ثوابت عناوين عريضة ولكن حتى من رددها وألفها لا يعمل بها صحيح. في واقع الأمر ولكن هو فعلا إجابة نحن بحاجة إليها وإن لم يخرج الشعب الليبي من هذه المعاناة المريرة غير المسبوقة لا أعتقد أن مررنا ببشاعة ما نعانيه الآن الحقيقة إلا ربما فترة لم نحضرها وأيضا للأسف لم نقرأ عنها حتى في كتب التاريخ في المدرسية إلا فترة الخوازيق يعني واحترامي التي نصبها الاحتلال العثماني التركي في كل المدن العربية فعلا هذا هو السؤال الجوهري واللي يجب أن يسعى الليبيون بعد الخروج من هذه المعاناة لأن يضعوا إجابة حقيقية له كيف تحكم هذه البلد وكيف تدار ومن يحكمها ما هي الآليات حتى نجنب ما نعانيه الآن أبناءنا وأحفادنا في المستقبل ولا هي دوامة لن تنتهي هذه الدوامة لن تنتهي هناك في كتب التاريخ شعوب بقت مئات السنين تحاول أن تجيب على هذا السؤال النظام الملكي إلى حد ما كان في من خلال الدستور الموضوع الملكي فيه رؤية كيف يمكن أن يكون الحكم ومآلاته صار التغيير وصارت حتى خلافات بين الملك والديوان الملكي أيوة. وتدخل القضاء وأيضا كان هناك رأي للدستور في هذه القضايا هذه مرحلة المرحلة اللي بعدها التغيير اللي حصل في 69 أيا كان انقلاب مؤامرة ثورة حراك ضباط أي المسميات لأن بتجرد لا نريد أن نطلق للأمانة كان هناك مطلب شعبي ولكن هناك طبعا كان هناك مطلب شعبي بالتغيير لكن كيف يكون التغيير جاءت سبتمبر في 69 وكان التغيير طيب هذا التغيير الذي بدأ بإعلان دستوري هو لم يلغي الدستور السابق جمده وبدأ بإعلان دستوري إلى حد ما حصل فيه تغيير جوهري في خطاب زوارة في 73 اللي أسس طبعا اللي أسس عليه المشهد السياسي الليبي في السنوات اللاحقة واللي طبعا عشناها جميعا ما فيش حد منا عاش في تشاد أو في احنا عشنا داخل ليبيا وعشنا هذه المرحلة ونحن فتيان وشباب ومراهقين وجامعيين ونعرفها ونعيش الجيل الجديد ربما الآن اللي عمره 20 سنة وكان قبل 10 لا يعرف وبالتالي
كتب التاريخ يجب أن تؤلف بإنصاف ولا يتم العبث بها. أذكر حقيقة كما هي، الجميل سيظهر جميل دون أن تجمله، وترك للتفسير. نعم، والقبيح سيظهر كما هو دون أن تقبحه. نعم. التاريخ لا يجامل. نعم. أترك للأجيال هذا الحق. فأيضا الفترة اللاحقة لذلك، واللي أخذت عقود طويلة من عمر هذه الأمة، لم تشهد أي مرحلة من مراحلها تبيان أيلولة الحكم في ليبيا وكيف يمكن أن يكون وما هي ملامحه. معمر القذافي كان يقود البلد أو يرأسها أو أيا كان النظام اللي، نعم، نظام منطقي، نظام صح، نظام فاشل، مش هذا موضوع. نعم. لكنه لم حكم. لم يضع، نعم، آلية لانتقال هذا الحكم. هذه الآلية التي تبين مصير هذه الأمة وتحفظها من الضياع الذي نحن فيه الآن نسير ونأمل أن ننجو منه. يعني هذه المخرجات هي لمدخلات خاطئة سياسية، ما نبيش نحمل يعني المسؤولية عليها، ولكن أنا نبحث عن سؤال بتجربة. هي مسؤولية نبحث جماعية، عن إجابة جماعية. نعم. مسؤولية جماعية طبعا. نعم. نبحث عن إجابة. نعم. كيف كانت ممكن أن يكون مصير هذه الأمة ما لم يوضع في أوراق ويكون فيه مؤسسات ويكون، نعم، مدستر ومتفق عليه، إجماع الأمة، إجماع الوطن. نعم. إجماع الشعب متفقين. صحيح. صحيح. لما يحصل كذا هذا النظام التبقين. لكن صحيح. أن تترك الأمور على عواهنها، فبصير طبيعي أن تأتي حركة مثل فبراير وتقودنا إلى هذا المجهول وتقود البلد وتختطف. تبقى يعني للأسف الشديد النظام السابق ترك هذا السؤال بدون إجابة واخترق الباب على مصراعيه لكي يتم اختطاف البلد من أيادي آثمة سوداء تسللت بين ظهرانينا للأسف، وتسللت بين صفوف هذا الشعب وخططت وتآمرت لشعب في غالبه مسالم يحب الحياة، وشعب طامح، وشعب بناء على فكرة. نعم. الشعب الليبي شعب بناء. يعني انت الآن تشوف، يعني انا لي سنوات على ليبيا، اول ما نزلت بمغازي وتجولت في شوارع بالرغم من ان كانت في ظروف كورونا والغيرها، لكن يعني انا ذهلت بهذه الرغبة في الحياة، هذا النهوض بعد تحرير بنغازي وبعد الانتفاضة الكبرى والتفاف الشعب حول جيشه من خلال ثورة الكرامة والقضاء على كل يعني ملامح الرعب. صحيح. اللي كنا نحياها. أنا كنت عاشرها في طرابلس وعاصرها. نعم. وفي تفاصيل كانت غايبة علينا قدرت نعرفها الآن حتى من خلال تواصلي مع الأصدقاء والزملاء في السابق والآن. يعني مدينة وشعب يحب الحياة ويحب التقدم والنماء لم تتح له الفرصة. لماذا؟ لأن ترك الباب مفتوح على مصراعيه للمجهول. نعم. طبيعي. نعم. جدا يطمع فيك الطامع ويخونك الذي مؤهل للخيانة وأيضا يبادل بمصيرك بمصالحه من يريد. وبالتالي عندما نتحدث على الأوطان ونتحدث على مصير الأمم والشعوب والأمهات والعائلات، الموضوع في منتهى الخطورة. نعم. لا يجب أن يترك هكذا. نعم. وبالتالي على الليبيين وعلينا جميعا مسؤولية كبيرة أن ننقذ بلدنا وننقذ أمتنا الآن ونقرأ القراءة الصحيحة غير المتحيزة، القراءة غير المؤدلجة، القراءة غير المؤطرة، غير الضيقة، لكي يتم إنقاذ هذه البلد وإنقاذ الأجيال القادمة. كيف ننقذها؟ ننقذها بنكران الذات وعدم والقضاء على الأفكار المتطرفة. والتطرف هنا لا أعني التطرف الإرهابي اللي إحنا اتفقنا كلها. نعم. نعم. لا، التطرف في التمسك بفكرتك حتى وإن كانت خطأ. الصراع من أجل بناء هذا الوطن أو المنافسة لنقول هي مش مباراة كرة قدم بين زنقة وزنقة وشارع وشارع. صحيح. كل واحد بينغر وما يبيش. لا، مش هيك. ارجعوا شوفوا ما فيش داعي ترجع التاريخ يا سيدي، الليبيين لا يقرؤون للأسف الشديد معظمهم. تعالوا شوفوا يا سيدي الشعوب اللي كانت اللي معاصرة اللي صار فيها تغيرات معنا، مصر تونس غيرها. نعم. نعم يا سيدي، مصر تونس بفكرنا في نفس الفترة ديرها مؤامرة خط واحد. السودان قدم الشعب السوداني نموذج رائع جدا لحب الحياة والتغيير، وشوفوا قاعدين الآن يقاموا وقاعدين يناضلوا وشكلوا ويشتغلوا. يعني ليش المطمع غير في الشعب الليبي؟ السودان إن لم يكن قد يعني امتحن الله سبحانه وتعالى بحكم ظالم لتنظيم الإخوان المسلمين المتطرف والإقصائي لأكثر من 30 عام، كان من المفروض أن تكون من أقوى دول العالم اقتصادا. بإمكان السودان من خلال خيرات فيها أن تطعم نصف الكرة الأرضية. صحيح. صحيح. فالحياة هي التي تفرض نفسها. نعم. وإرادة الشعوب الصادقة. يعني نكران الذات و
ونسيان الزنقة ونسيان التشبث بالمنطقة والقبيلة يعني راهو يعني هذا النوع من التشبث الباطل سيضيعك أنت ومصيرك وشارعك وأصحابك وستضيع حتى الفكرة أنت متشبث بها كانت حق أو على باطل. المفروض أن يتم قراءة الواقع وقعنا نحن نقرأه قراءة سليمة وحقيقية ننكر من خلالها ذاتنا حتى ننقذ نفس الذات ونستمر للمستقبل وللحياة. وإلا هذه دوامة لن تنتهي. طيب أستاذ حسام حضرتك يعني مارست العمل الدبلوماسي فترة والآن تستطيع أن تدلي بآرائك بعد هي فترة اختفائي فترة اختفاء السنوات الأخيرة نتيجة العمل الدبلوماسي، لكن نريد أن نقرأ الواقع الآن اللي حادث على الأرض في ليبيا. هل تعتقد أن معطيات الأيام القادمة ستكون أفضل سياسيا وعسكريا؟ في بعض التحركات السياسية مهمة يعني الآن. شوف أستاذ خالد لما تكون المعادلة الوطنية الطرف الآخر فيها احتلال أصبح الموضوع ما فيش مجال أصلا للنقاش. نقطة من أول سطر. نقاش كيف يعني؟ نقول لك كيف يعني صعب جدا الإنسان يكون فيها محايد. يعني الموضوع ما فيش يعني من يتحدث عن الحياد وأنت عندك محتل على أرضك، يعني هذا متخاذل لن يذكر التاريخ إلا هنه متخاذل كما نقرأ عن أشباههم في كتب التاريخ. بس تقولها وأنت دبلوماسي عادة تاني. لا أنا الآن أتكلم كوطني على الواقع الحال. أنت تتحدث عن الواقع. طيب خلينا من التحركات الدبلوماسية لأن في النهاية ما من رصاصة أو قذيفة خرجت إلا لكي تصل إلى حل سياسي في النهاية. معروف يعني يعني حتى التحركات أي تحرك عسكري الحل حيكون سياسي. أي تحرك عسكري عندما يتخذ قرار هذا التحرك أي أنك قد استنفدت الكثير من الوسائل، لا تلجأ لهذا الخيار إلا أنك أنت فعلا استنفدت أو أنك أنت وجدت أن حريتك وحرية بلدك في خطر، والمقابل الطرف المقابل ما هوش مؤهل أن يتحاور معك نتحاور مع محتل سياسيين. وين السياسة والدبلوماسية؟ لا مجال للدبلوماسية هنا. الدبلوماسية والسياسة مع الدبلوماسيين والسياسيين، التفاهم والتفاوض والتنازلات مع أبناء بلدي الذين لا أختلف معهم في حب الوطن وقضيته، لكن قد نختلف في الأيديولوجيا. أيديولوجيتك تجعلك بعيدا عني فلا حوار بيني وبينك. أنت تخدم أيديولوجيتك وأبدا لن تكون في خدمة بلدك. الآن هذا الأرعن السلطان الواهم هو في واقع الأمر يخدم بكل ما أوتي من قوة ضد مصالح بلده. هل في تعتقد أن من مصالح تركيا الوطنية أن تكون علاقتها بليبيا بهذا الشكل؟ أبدا ليست مصالحها. الآن هناك حملة حقيقية للبداية بالبدء بمقاطعة كل ما هو مكتوب عليه ميدان تركي. الآن هذا موجود وقد إن بدأ يبقى تأثيره سنوات قادمة. قد يزول أردوغان الليلة وهو الآن يترنح وحزبه ينشق ويتشظى لغاية أول أمس هناك انشقاق، وهو الآن يعني لذلك هو يحاول أن يصدر كل هذه الهموم ومشاكل داخلية إلى الخارج. ولكن ربما أن تعود تركيا غدا بنظام حاكم جديد يعني يعيد النظر فعلا في مصالح تركيا. ليست بمصالح تركيا أن تقوم بمثل هذا الدور العابث العثماني البغيد في ليبيا. ليس مصالح إطلاقا لا الآن ولا للأجيال القادمة. فإذا هو الآن يفكر بتفكيره أو بانتمائه الأيديولوجي لتنظيم الإخوان المسلمين لجماعة. طبعا في 2008 و2007 حتى في 2010 عندما جاء ليبيا ومنح جائزة تقديرية ليبية كان سكرتير عام تنظيم الإخوان المسلمين في ذلك الوقت. هو لا ابدا لم يتجرد من هذا الانتماء. وكانوا الاخوان متغلغلين في الاداره الليبيه ولا نعم كانوا موجودين طبعا اسماء معروفه طبعا كان هناك الاخوان بداوا يتغلغلوا في الاداره الليبيه من منتصف الالفينات عند بدايه ملامح مشروع ليبيا الغد. يعني لا اعرف من الذي اقترح على اصحاب ذلك المشروع من ان وجود الاخوان المسلمين مهم جدا لانجاح هذا المشروع وان ليبيا الغد يجب ان يكون هم في المشهد. قد تكون يعني رؤيه دوليه يعني غير مرئية لنا في ذلك الوقت، ولكن الآن عندما بدأ بعض المراقبين وبعض أيضا يعني لنسميهم الشاهدون على التاريخ المعاصر أيضا من الأمريكان أنفسهم عندما بدأوا يتحدثون على البي دي اس 11 وهو برنامج باراك أوباما
بالتعاون أو أيضا بالمساهمة مع وزير خارجية هذا كويت كلينتون، نعم، وقصة موضوع الشرق الأوسط الجديد، نعم، والتوازن بين الدولة الشيعية والدولة السنية، وأن يترك لإيران بعد الاتفاق النووي، طبعا كان الأمور يعني تكاد تكون مزهرة بين أمريكا، نعم، وإيران، نعم، وإن كان في بعض المناوشات في السطح، ولكن في واقع الأمر ليش ترامب الآن نقض كل ذلك الاتفاق؟ نقض الاتفاق من طبعا أساس موضوع الامتداد الشيعي أساس، وأيضا امتداد السني، وأن والمشروع في ملخصه بفكرة عام يعني نحو احنا الصداع من راسنا ونتعامل مع دولتين، واحدة شيعية واحدة سنية، ونخلص من القصة هذه، ويبدأ تنسيقنا على هذا المستوى. والدولة الشيعية بحيث أن يترك يد إيران في المنطقة شمال العراق، والتمدد الشيعي اللي تقف الآن المملكة السعودية بقوة في اتجاهها، والدولة السنية وفق المنظور منظور مشروع أوباما البي دي اس 11 من خلال تنظيم الإخوان المسلمين، ومن خلال قيادة أردوغان، هو مشروع يعني بدأ في ذلك الوقت. طيب كيف يمكن أن يقبل الليبي أن يكون مثلا مسؤول أو رئيس عليه واحد مصري أو واحد تونسي، مع الاحترام للأشقاء، ولكن الدولة الوطنية لا تقبل ذلك، فهمتني؟ ضمن التنظيم حتكون مقبولة، أيوة، في ضمن التنظيم ستكون مقبولة، وبالتالي يمكننا أن نسير هذه البلدان، هذه المنطقة. أنت عارف تتكلم على تنظيم مسيطر في على مصر وليبيا، عندهم برضو عندهم منتسبين لي، صحيح، تونس أيضا، صحيح، الجزائر، وإن كان الحراك في الجزائر، وخذ أيضا تونس يعني حاول أن يحجمهم. في المغرب الآن الحكومة كلها من تنظيم الإخوان المسلمين، الملك المغرب، ملك المغرب يعني عنده من الحكمة والدهاء السياسي، عند بداية هذه الموجة أن تنحي أمام العاصفة يعتبر نوع من الدهاء، أعطاهم فرصة في الحكومة، في الحكم، صحيح. فهذه المنطقة بالكامل لما يكونوا المسيطرين على السلطة فيها هم أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين، ويربطهم أيديولوجيا علاقة بأردوغان اللي الآن قريب يسلطنوه، بيحطوه سلطان وأمير المؤمنين والخليفة المسلمين، نعم، يعني نعم، شفت يعني إذن بالإمكان أن نتعامل مع هذه المنطقة بالكامل السنية من خلال دولة واحدة وهي تركيا، ومن خلال تنظيم الإخوان المسلمين. ومن هنا جاء اللعبة الخطيرة اللي لعبها هذا التنظيم، واللي في واقع الأمر كانت هي طلقة الرحمة بالنسبة له، يعني هو الآن يعني انتهى من خلال ثورة الشعب المصري في يونيو في مصر، نعم، وكانت طبعا ضربة موجعة لكل المشروع، أحرجت أوباما وجعلت الكونغرس الأمريكي يتحدث عن 8 مليار دولار التي منحها وديعة لمحمد مرسي الرئيس المخلوع مقابل تمرير هذا المشروع. ثم تلاحظ أيضا العلاقة الغريبة، أنت قد تبدو في الظاهر عند المشاهد أن هي هناك تناقض يعني تقليدي بين الشيعة والسنة، وهناك تنافس وغيره، ولكن التقارب الغريب بين النظام في إيران والإخوان المسلمين في حد ذاتهم لما يكونوا موجودين على السلطة، نعم، التقارب الملفت بين صارت إيران صارت وتركيا، مرسي صارت مع مرسي وزيارتها لإيران، نعم، وأيضا العروض المغرية اللي عرضتها إيران على مصر فترة حكم الإخوان في، نعم، أن هم قدموا من الدعم والمشاريع للبنية التحتية والودائع، يعني لا تحضرني الآن الأرقام، ولكن أنا قرأت طلعت أنا بنفسي على تقرير مفصل، حاجة مذهلة. سألهم مرسي ماذا تريد بالمقابل، قالوا له نريد فقط المساجد، بعض المساجد اللي مربوطة تاريخيا بأيام الدولة الفاطمية، يريدون أن يصينوها ويعيدوا إحيائها من جديد، وهنا من هنا شيعية الدولة، طبعا هذا الفكر يبدأ، شوف أنت الإخوان والانتماء للفكر أو للأيديولوجيا عندما يعني تضمحل وتذوب أمام الارتباط بالوطن الوطني، فكر الوطنية تنتهي قدامهم، نعم، طبعا في ليبيا كان عندهم عمل ولا لا أستاذ حسين؟ نعم، هل ترى أن عملهم الآن يعني أقوى أو أضعف؟ شوف في ليبيا العمل بدأ مبكرا من لحظات الغفلة، من الساعات الأولى من فبراير، وهذا التغيير بدأ الحراك لتنظيم الإخوان المسلمين ولحلفائهم لتنفيذ أو تمرير هذا المخطط، واستغلال الفجوة اللي كانت بين القذافي والدولة في ذلك الوقت والنظام، وكان في فجوة كبيرة طبعا بين مطالب الشعب، وكان في مطالب حقيقية في ذلك، نعم، الوقت، نعم، البلد كانت بنيتها منهارة، الوضع الاقتصادي كان تعبان في وقت، نعم، أن الدولة وضع الاقتصادي للناس نقصد، نعم، بشكل عام. فالتغيير اللي حصل لا محالة شكل زلزلة قوية، نعم، وأيضا حتى النظام ما كانش عنده الحكمة أو الدراية أو النضج الكافي ليتعامل معها، فكانت ملامح للانهيار يعني قادمة هكذا أو هكذا. هم استغلوا هذه الفترة،
وبدأوا العمل مبكرا، حتى أن هناك بعض أعضاء المجلس الانتقالي عندما تركوا المجلس أنا جمعتني بهم ببعضهم فرصة، يعني علاقة أخوة وصداقة، وتحدثنا على الكثير من الأشياء في فترة السنوات الماضية. نعم. نعم. كونت عندنا بعض المعلومات التراكمية. قالوا أنهم كانوا من البداية حتى عند وضع الإعلان الدستوري اللي كان دائما نصفه في بداية التغيير بعد 2011، كنا دائما نصفه بالمعيب، هو معيب من أول يوم، يعني الخبراء الدستوريين دائما يصفون الإعلان الدستوري بالمعيب. نحن نعانيه حتى اللحظة، شوف برغم التغييرات اللي حصل عليها نحن نعاني ذلك الإعلان الدستوري حتى اللحظة. هو يكبل ليبيا حتى اللحظة، من وضع بنوده ومواده، وللأسف الشديد لا نعلم كيف مرر في الوقت اللي قاله في ذلك الوقت. هناك بعض الوطنيين لا يغيبوا في أي طرف على فكرة، حاولوا أن يعارضوا ولكن تم تهديدهم بأنهم سيتم التخلي عنهم دوليا. نعم. وكان عراب هذا الموضوع، صوتهم ضعيف كان في اللحظة ذيك طبعا، ضعيف وللأسف مرر. لكن صوت الناس أيضا أعتقد انتبهوا لبعض النقاط ولا حسن؟ والله يعني كان من خلال مثلا عمل كان في العاصمة، قناة العاصمة، هذا كان متأخر شوي، لا لكن صار انتباه، يعني شوية صار انتباه إلى حد انتباه. ما كان في تيار وطني، مظاهرات بنغازي، إنقاذ بنغازي غيرها، بعد ظهور هذه التنظيمات بالشكل الدموي بدأت هناك يعني إيه. بس ما تنساش أستاذ خالد أن لجوءهم للسلاح وتمترسهم خلفه وخلفه طبعا أسلوبهم القديم الجديد، والتنظيم التنظيمات يعني عندما لا تصل لما تريد بالمغالبة وبالمحايلة وبالجزرة يعني يلجؤون إلى التهديد ويلجؤون إلى الاغتطاف ويلجؤون إلى القتل والاغتيال. فالوضع كان سيء جدا، يعني مجرد محاولة التعامل معه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه كان شبه مستحيل. احنا في استوديو العاصمة انا قصف الاستوديو بتاعي مرتين، لا لشيء، فقط لأن دعمنا رغبة وحلم الليبيين في التخلص من هذا من براثن هذا الرعب. نعم. اللي يسمى إرهاب، اللي ينطلق من لا شيء، ينطلق من العدم ويقود البلد إلى العدم. كنا نصحى يوميا على أخبار الدم في بنغازي. نعم، في طرابلس. نعم. أنا كنت نصحى يوميا على أخبار الاغتيالات والموت والدمار في بنغازي. أصدقائنا وأحبابنا وزملائنا ضاعوا، ما زلت أذكر مفتاح بوزيد ليلة اغتياله، وهذا الشعور الوطني يعني من بنغازي إلى طرابلس إلى غيرها، هم لم يريدوا هذا الشعور. عندما تحدثنا بهذه اللغة ودعمنا حراك الشعب الليبي وأهلنا في بنغازي والتفاف كل منطقة برقة وراء نواة حلم تكوين الجيش والتفافهم حول اللواء خليفة حفظ في ذلك الوقت وبعض الضباط زملائه، كنا دعمنا هذا، كنا تعاطفنا معه وكنا حاولنا أن نساهم. أنتوا تعاطفتوا معه رغم أن العدد كان بسيط حسام؟ كان بسيط طبعا، لكن ليش تعاطفتوا معه والعدد لأن بسيط؟ لأن الرسالة سامية ونبيلة، لأن لا خيار، أنت تجر إلى المجهول. يعني في 2011 قطر، هذه هو لا تربطنا بها حدود، كنت قمت دعوت إلى نفس مشروع ترامب مع المكسيك، يعني هذه يعني انا لا يعني اتمنى ان يكون يسمح لي، انا لا لم اجد حتى الان اجابه على سؤال لماذا تفعل قطر بليبيا كل هذه البشاعه رغم ان تجمعنا الاوروبه والاسلام وغيرها، يعني في مشتركات يا اخي، بشاعه لا تنتهي لا ليست لها اي ملامح للنهايه. متى سينتهي هذا الا اذا اراد الشعب الليبي بعد الله فعلا ان ينهي هذا وهو بايده. تضمنتم على الفكرة، التفتوا. نعم تضمنتم على هذه الفكرة، تضمننا. نعم. وبالتالي استهدفونا، يعني قصفت قناة العاصمة مرتين لا لشيء إلا لنقول ما نراه أنه حقيق. من كان يقصف في هذه القناة؟ والله شوف، أنا قد أعلن عليه معلومة لأول مرة الآن، رؤية حصرية عندك في المنتدى، لأن نعم. أنا يعني قررت أني ربما عندما أكتب مذكراتي في، يعني أنا أشاهد على الأقل على جزء بسيط من هذه المرحلة في حياتنا وحياة الليبيين، لأن أنا واحد منهم. ولكن عندما أتذكر ذلك اليوم، أنا أنهيت الحلقة، وهي طبعا موضوع تراكمي، هي التهديدات كانت لها فترة، يعني خاصة بعد بداية ملامح رفض الشعب الليبي لتمديد المؤتمر الوطني العام لنفسه.
انت عندك علم كانوا ممكن مش منتهين لتو وهم موجودين على فكره. هم قاعدين في المجلس، هم الان من الشباك الدولة في يعني. يعني قصدي التفافات يعني هل محتاجين دليل اكثر من هذا؟ وهذا السؤال اللي كانوا لا يريدون ان يتركوا مكانهم، فكانت مظاهرات لا للتمديد التي انطلقت في بنغازي وفي طرابلس. انا بالامس كنت اشوف فيديوهات طرابلس عندما كان في نوع من توازن القوى، كانت الناس تستطيع ان تخرج ان تعبر. تعرف لو في توازن قوى الان في طرابلس، لكن انتهت ولا لا؟ ما عادش في توازن قوى الان. لا لا لا، من 2014 انتهى. من 2014 هي كانت ذلك الانقلاب الخطير الحقيقه والبشع والمرعب، وانهى كل شيء في طرابلس. انا كثير انا ما شفتهاش من ذاك الوقت، ولكن في أحادية للرأي في تتألم الآن حسام، أنت ابن طرابلس يعني. والله أنا يعني أنا مش فقط أتألم، أنا أتألم وأنقل ألام كل الألام اللي تصلني. يعني ما من أحد يرغب أن يصل هذا الأمر إلى هذا الوضع. لكن دعني أرجع فقط إلى تلك الليلة عندما بلغ الأمر يبدو عندهم منتهاه، استهدفونا في الاستوديو في القناة، وكنت أنا مستهدف لأن وهاجموا القناة. والله سبحان الله خلدي بعد الحلقة نقعد أحيانا نحن الزملاء، نقعد أحيانا نحن جدوا أطراف الحديث لما يعني كي نعم يعني مرات نقعد حتى ساعة. نعم هذاك اليوم أنا عارفش ليش طلعت، روحت بدري. تاني يوم لما جابوا الكاميرات متاع السكيورتي واستعرضوا الهجوم البشع اللي كان على القناة والحرق والتدمير وال لاحظت سيارتي كان بينها وبين المجرمين اللي جوا عدد مهول من الرتل مرعب، وناس ما تعرفش هذو من اين هبطوا، بيني وبينهم 10 دقائق فقط. فهم ما بروش يهاجموا القناه واحنا في اللايف، استنوا لغايه كانوا قريبين، استنوا لغايه تم اللايف وجوا على طول دهموا القناه. لكن الحمد لله انا كنت غادرت، وكانت وتعرضت القناه بالكامل للتدمير، وحاولوا يبحثوا عن مكان الصندوق السيرفر اللي فيه اللي يخزن بس ما يلقوش شيء. كان شاطر المهندس، كان حاطه في مكان انا بروح للان ما نعرف اش وين. ولكن الذي اشهد به واعرفه ان ثاني يوم لما صعدنا الى مكتب الاداره فوق وفتحوا الداتا يبوا يشوفوا الناس اللي هجمت المكان، كان في بعض منهم ملثم مش معروف، بس بعض منهم كان وجهه مكشوف. كان فيه شهود عيان، مش شهود عيان عفوا، كان فيه يعني لقيت بعض الأشخاص الليبيين الوطنيين الذين تم الاستعانة بهم للتعرف، تعرف على الأشخاص هذه. كل من كان موجود وهاجم القناة، وأنا متأكد أن أيضا قاموا بجرائم أخرى قد تكون سجلت ضد مجهول، هم من تنظيم القاعدة اللي منتمين تابعين لما يسمى بأبو عبيدة الليبي أعتقد في ذلك الوقت. كلهم كانوا في نفس ال، وأنا ركزت على الموضوع ليش؟ لأن قبل بفترة بسيطة صارت فضيحة 900 مليون إذا تذكر للثوار أبو عبيدة الزاوي قصدك. أيوة يعني بالضبط. هذه المجموعة كانت مجموعته هو، هي اللي هاجمت القناة. وأعتقد هم أيضا اللي عاودوا الهجمة يوم 17/2/2014، لأن كان في هجمة أخرى حاولت القناة تحصل نفسها بحراسات، ما كانش في حراسات في القناة في الهجوم الأول، فكان في تبادل إطلاق نار، صعدوا إلى مبنى مقابل للقناة وتم قصف القناة بصواريخ، أذكر كان منها صاروخ مجنح مع C5، أنا أول مرة أعرفه أصلا. هكذا كان يتم التعامل مع الإعلام أو من يحاول أن يقدم يكون قريب من الناس ويطرح وجهة نظر أخرى غير وجهة النظر المرعبة المصادرة اللي كانوا يشوفوها. من كان يسيطر على الإعلام في ذلك الوقت؟ معروف طرابلس من كان فيها، كان فيها شوية المختلفة هي قناة العاصمة، وأنا أزعم أن قدمت هذه المساحة الدولية شوية كانت مستقل. الدولية ممكن الدولية إيه بس يعني ما كانش مش بقوة العاصمة مش بقوة العاصمة وحضورها ورسالتها اللي كانت واضحة الحقيقة يعني. طيب هذا الخطاب الوطني كشف الستار، هذا الخطاب الوطني خلى والعمل أيضا لتأسيس الجيش الليبي يعني خلاص أنهى المسألة في الصدام الحقيقي، أصبحت الآن خلاص كل شيء واضح الآن. إعادة الأمل في بناء الجيش الليبي بداية من عملية الكرامة اللي سميت هكذا، لأن فعلا الجندي الضابط الليبي شعر أن يعني كرامته وكرامة الشعب الليبي كلها أصبحت في المجهول. يعني لما ترجع في 2011 السلاح اللي كان يأتي من قطر كان ينزل في ليبيا في بنغازي وكان يتجه شرقا، في الوقت اللي كانت المواجهات كانت غربا، كل السلاح كان يتجه شرقا. اكتشفنا بعد فترة
أنه تم إعلان داعش في درنا. في درنا. إذن نعم. تستطيع أربط أنت أربط تجهيز كان طبعا إذن ما الذي حدث بعد كم سنة أنه أعلن داعش هناك. إذن السلاح والمخطط من البداية هم أرادوا هذا ومن البداية هم خططوا لهذا واستغلوا أمال وطموحات الشعب الليبي اللي كانت عادلة وكان ممكن معالجتها من أجل جر البلد نعم. إلى هذا التوهان. مطالب بسيطة كانت يا حسن مطالب. هو توهان لن نعم. يحسمه إلى الشعب الليبي والشعب الليبي اتخذ قراره وفعلا بدأ في مظاهراته للتمديد وكانت لجنة فبراير وتم سن قانون وصارت انتخابات وإنقاذ بنغازي وغيرها في تحرك شعبي كبير. طبعا التاريخ لا يظلم والتاريخ منصف وهذا كله سجل كله سجل. يعني عندما بدأ الضباط ب200 ضابط يحاول ينقذوا بلد مع أشرس التنظيمات كانت أشرس التنظيمات كانت من أشرس التنظيمات وراها دول وراها تنظيمات وراها أموال شيء حتى أن وصفت بعملية انتحار يعني بداية الجيش يعني. شوف في وصف عملية انتحار عملية حقيقة. إنقاذ الأوطان هي من مثل هذا الوضع لا يمكن تكون إلا عبارة عن صدق وفعلا هو انتحار عادل لا مجال أمامك إلا أن تناضل وتنقذ البلد. أنا قلت لهم يعني لو ما كانش فيها لا للتمديد وصار فيه برلمان وأعاد يعني مأسست الجيش وسمي له قائد عام ونظمت هذه المؤسسة وأصبحت تحيا من جديد وحملت لواء الأمة من أجل أن تعيد البلد إلى أهلها كيف ممكن يكون الوضع؟ أنا نبي فقط نتصور هذا التصور كيف ممكن كان يكون الوضع؟ أين هي البلد الآن؟ وبالتالي الموضوع يجب أن يؤخذ بجدية أكثر مما نتصور لأن لما الأمور بدأت تتطور هذا التطور البشري يعني صحيح صحيح. كنا زمان في 2013 نحاول نرسم هذه الصورة نحاول نضع صورة افتراضية لما يمكن أن يحدث بناء أو نتيجة لما نعيشه من أوضاع سياسية في البلد ولكن الآن نشاهده مرأى العين. يعني الذي يحاول أن يتظاهر بأنه غير مقتنع صدقني هو إما أنه معاند ومكابر للا شيء أو أنه مؤدلج ونحن لا نلتقي معه أبدا. لا تلتقي الأوطان مع الأيديولوجيا إطلاقا إطلاقا لأن جربناهم إحنا موجودين هم الآن ينهاروا في تونس. يعني في تونس رشد غنوشي حاول أن يتسلل في المسار السياسي الوطني في تونس حتى وصل قمة البرلمان وله أهداف وبعدين وشوف ما طقاش صبر بدأ فورا ينفذ مخطط حتى انكشف مبكرا يعني والحركة الوطنية في تونس كان واضح كبير وجلي كبير طبعا جداً طبعا كبير جداً ومؤثر جدا على الآن حتى ظهرت معلومات عن يعني تنظيم سري للإخوان للاغتيالات يعني في قضية أنا علقت أول ما استلم الغنوشي البرلمان حتى لبعض الصحفيين والإعلاميين والساسة في تونس قلت ونشرت حتى هذا الكلام يعني هذا الرجل له تسجيلات حتى قبل 2011 في إعلام الإخوان المسلمين عقيدته ذاته يؤمن إيمان قاطع بأن الجيش هو مجرد احتياطي للبوليس بإمكان حتى قناة حد أن تبث هذا الفيديو الجيش قبل 2011 هذا حقيقة قبل 2011 لا قبل عندما كان يعني يدعي أنه معارض للنظام التونسي هو يؤمن عقيدته في تقول أن الجيش هو مجرد احتياطي للبوليس عندما يعجز البوليس الأعمال الأكثر قذارة تعطى للجيش. هذا تسجيل صوت وصورة لهذا الرجل. تخيل لما هذا الرجل يحكم يترأس المؤسسة التشريعية أنا أؤكد لك جازما إن لم يتم إنقاذ تونس من براثنه وأتباعه سيتم تدمير الجيش التونسي مؤكد. هم يستهدفون الجيش مباشرة. أي دولة يسيطر على الإخوان المسلمين يستهدفون جيشها. لذلك انتفض الشعب في مصر والتف الجيش حوله لأنه يعلم المعادلة. انظر ماذا حدث للجيش التركي في تركيا في ليبيا. ليش مش بعيد؟ احنا مش نقرأ في قراءة سياسية للمشهد. تعال أرجع بكم مش بعيد 2013 بس أنا خصصت حلقة كاملة أذكر واستضفت أحد المستشارين القانونيين في وزارة الدفاع لا يحضرني اسمه لكن كان رجل شجاع ووطني وسرعت للاستوديو وشرحنا القرار الذي صدر عن المؤتمر الوطني العام بحالة أكثر من 1000 ضابط ليبيا للتقاعد الإجباري مكرهين وهم صفوة
ونخب نخبة الجيش الليبي. نعم. مصادفة ليش يعني؟ يعني هل كان الأمر هكذا خلاص ولا تعبوا خريحوهم؟ لا، هو هذا المطلوب الآن أستاذ حسام، أعتقد الوعي لأي حركة أو أي مدخل أو أي معطى سياسي من الآن، يعني لأن تكاليف كل اللي جرى كانت صعبة وكانت نتاج عدم فهم زي ما قلت حضرتك، أو غفلة أو حماس أو سميها بأي شكل من الأشكال. هذه المعطيات العسكرية أيضا كان في معطيات سياسية، والآن تتكلف ليبيا يعني نتيجة كبيرة جدا وضخمة وفاتورة من الدم، بدأت بالإعلان الدستوري وبالصخيرات، قضية الصخيرات وتكلفتها الآن. الصخيرات أساسا نعم. كانت عبارة عن أضحوكة سياسية تاريخية. يعني أنا حاولت طيلت كم لها سنة، هي حاولت أبحث ونجتهد حتى وانا نتبادل الحوار مع الدبلوماسيين حتى فترة اللي فاتت، حتى نعم. عرب نعم. وحتى أجانب وحتى صحفيين وإعلاميين المراقبين بتجرد من نعم. هي كانت أضحوكة، يعني هي واضحة أن هي أضحوكة رغم المشهد اللي طبعاً كان هي كانت عبارة عن اجترار للوضع المأساوي اللي كان الذي يربما، وأنا أتمنى لأكون متشائما، اتخذ قرار بأن تبقى فيه ليبيا. يعني وين مشكلة الصخيرات؟ مشكلة الصخيرات في حاجتين. أولا الإدارة الخفية اللي قاعدة حتى الآن ترامب يعاني منها، بقية إدارة كلينتون وأوباما في يعني إيمانهم باستمرار تنفيذ مخطط البي دي اس 11. هناك موجود ترامب قاعد يعاني منها على فكرة للآن يعتقد الكثير أنه عندما ينتقد ترامب بشدة هو فقط ينتقده لأجل الموضوع المعين الذي يتحدث عنه. الآن هو فعلا يعاني من 8 سنوات يعني نشط فيها هذا التنظيم الحقيقة بدعم قطري وبدعم أموال الفساد السياسي، المال الفاسد السياسي، في إقناع الإدارة الأمريكية في أن البديل في هذه المنطقة الحساسة هو تنظيم الإخوان المسلمين. تخلصوا أنتم من الإرهاب، وهذو ما يعرفوا لغة الإرهاب ويعرفوا يتعاملوا معاه. بس ما أعتقدش أن أمريكا الوحدة، حتى بريطانيا ولا لا؟ بريطانيا هي الحضن اللي فرغ فيها أصلا. يعني الموضوع، شوف أنا دائما نشوف أن المطبخ السياسي ببشاعته ولا بمحاسنه هو موجود في بريطانيا. أمريكا في لحظة من اللحظات هي عبارة عن الفتوة، زي ما تلاحظ الآن أمريكا هي العضلات، هي العضلات والمطبخ والثعلب السياسي، هو تلقى الإنجليز هيك متخفين بعضلات ويستعرضوا بعضلات أمريكا، لأن اللعبة هناك. ولكن عندما تلعب بريطانيا هذه اللعبة وتستطيع أن تقنع أو أن تتسلل في بين مفاصل الإدارة الأمريكية وتقنعهم بهذا المشروع، بالتالي تستطيع أن تجد تفسير لما نعانيه احنا على الأقل. طيب جاءت لعبة الصخيرات، وين الفخ؟ شوف لعبة الصخيرات فيها مشكلتين أساسيتين. المشكلة الأولى إصرار هذه المنظومة الدولية، يعني نقول دولية بريطانيا وأمريكا، يعني هو العالم الآخر يبحث عن مصالحه، لكن هذوما يبحثوا عن بريطانيا. عندك علم بريطانيا الحين تتخرط حتى يعني ضد، حتى مش ضد مصلحة بريطانيا بالمفهوم المصلحة اللي نحكي عليه، يعني التجارة والصناعة عندها أبعاد أخرى، يعني إرث بريطانيا العظمى وقصة السيطرة على العالم وإلى آخره، قد حتى تخليها ضحي حتى بمشروع ولا 2 ولا حتى 10 معاي من المشكلة، لأن في أهداف أخرى. إصرارهم أن الإخوان المسلمين لابد يتم إعادة إنتاجهم من جديد في الوقت أن الإنقلاب المسلح اللي يديروه في طرابلس كان واضح، يعني من يشتش عليه، الانتخابات كانت نزيهة ونتائجها واضحة، وانقلاب كان مسلح وبشع وإجرامي ودمر البلد وجعلنا نسير للوراء. ظل تحكي الفجر، يعني نحكي على فجر طبعا، إصرارات تم تجيههم نعم. موجه بعد فجر ليبيا نعم. بحيث بحثوا عن طريقة إعادة إنتاج وفرض التنظيم الإخوان المسلمين من خلال عناصرة في هذا الاتفاق من جديد، وطلعوا حاجة اسمها مجلس الاستشاري عشان يبقوا نعم. تمام، هذه نقطة. إصرارهم اللي بده يكونوا هضم في الصورة أو الفيروس اللي تم زرعه في تفكيرهم لم يقابله أي حراك وطني حقيقي من البلدان المتضررة من هذا التنظيم نعم. في ضحض هذه الفكرة نعم. وإفشال هذا المشروع إلى حد ما. وجود ترامب بسياسته أنا نشوف فيه هو نموذج مثالي للمواطن الأمريكي الوطني اللي هو يعني يلغى حتى في اتفاقيات، مش ما يدفعش فلوس، مش يخلي الفلوس لأمريكي نعم. نعم. يتفقوا معه بيتفقوش، ولكن هو هكذا وجوده هو راه بطأ شوي تأثير هذا المشروع إلى حد ما.
النقطة الثانية، لم يكن من الجانب الليبي المقابل لتلك تلك المنظومة والجماعة من هم في مستوى التفاوض وإدراك خطورة هذا الاتفاق، وأيضا الوقوف بثبات من أجل أن تخرج هذه المخرجات أو اتفاق صغيران طالما أنه فرض علينا يخرج على الأقل بشكل يكون مقبول. أنا تو قبل يومين بس ندرس في بنود، بعض البنود صغيرات في كوارث. أنا دائما أسأل في نفسي، سياسيين اللي كانوا يمثلوا في البرلمان أو يمثلوا في يعني في الجانب المقابل، كيف كانوا يقودون الحوارات؟ يعني عندما يجلس أمامهم دهاقنة السياسة أمثال كوبلر وغيرهم اللي خارجين من أحضان يعني أكثر مدارس السياسة خبثا ودهاء، سياسيين اللي هم حدثي العهد بالعمل السياسي والتفاوضي إنجاز التعبير، كيف كانوا يقودون الحوارات؟ أين يرفضون وأين يقبلون وماذا كانوا يعني يعدلون؟ يعني ما نمش فاهم. هو واحد منهم قالوا حبسوه في فندق هون قعد، وهذا تعطيك رسائل نوعية ومستوى الناس اللي كانت تفاوض. وإلا في مواد يعني برغم أن تولى أن الإعلام غطى هذه الفترة المادة الثامنة. نعم. المادة الثامنة. نعم. لأنه في أكثر. نعم. من المادة الثامنة. نعم. ما زال أنت كنت تدرس المواد الأخرى في ثغرات وفخاخ ما تعرفش كيف حتى وقعوا عليها. زي شنو يعني؟ لما نجي مثلا في واحدة من المواد لا أذكر الثامنة وفي واحدة فقرة الثامنة ومادة في فقرة أخرى يتكلموا على أنه يجب أن يتم حل الميليشيات والمسلحين، ويجب أن يكون الجيش والضباط الجيش يعني يجب أن لا يمارسوا السياسة وإلى آخره. دباجة ما فيش حد يتفق يختلف معه، دولة. نعم. مدنية. نعم. والجيش هو يحفظ. نعم. يحفظ الدستور. نعم. يحفظ أمن البلد. نعم. أمن الدولة. نعم. أمن الشعب. نعم. الحدود السيادة الوطنية وإلى آخره، رغم أنهم معرضين على الجيش الآن يعني. برغم معرضين هذه المشكلة. طيب. نعم. يجوا في آخر المادة شنو يقول؟ يقول لك على وأن يتم إيش يعني ألا يكونوا موجودين إلا وفق الشرعية التي تمنحها الدولة. يعني التنظيمات أو لا يحق لأي جماعة أو 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 مجموعة أو. نعم. حزب أو غيره. نعم. أن يكون عنده. نعم. أي مسلحين إلا وفق شرعية الدولة. أنا شخصيا اللي يعني صرت ولمس يعني في ناس فايتتنا بنجي أتوقف عندها، أي شرعية الدولة؟ أي كيف شرعية الدولة؟ أي دولة؟ أي كيف الدولة يعني شن هي ما معنى الشرع هو الدولة الشرعية أو وفق شرعية الدولة؟ ليش ما كانتش لا يسمح إلا من ينضوي تحت الجيش، المؤسسة العسكرية اسمها الجيش وفق القانون والدستور الليبي اللي ينظم الانضمام للجيش؟ ليش خليت شرعية الدولة؟ باش أنت لما تجي أي مجموعة تبي تقول أنا الدولة وأمنح الشرعية لها ما أما زي ما سير دولة. كيف أنتم مرت عليكم هذه النقطة؟ هذا طالما قاعدين يتكلموا على الصخرات وباعتبارها مرجعية ستظل هذه الدوامة، ما عندكش حل، ما فيش حل. يجب فعليا النضال والإصرار من سياسيين اللي الآن يقودوا هذه الحوارات خاصة الآن، والمستشارين اللي رافقوا السيد المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان عندما يتحدثون ويتحاورون يجب أن يتحدثوا من منطق أن اتفاق الصخرات انتهى، هذا الاتفاق منتهي. مش قادرين يقنعوا العالم بانتهاء، ليش؟ شنو السبب؟ هذه النقطة. هل السياسيين الآن اللي معانا تطوروا فهموا في مستوى يقدروا ما يجعلهم أو يمكنهم من إقناع مستوى رفيع جدا من الدهاء السياسي في الأطراف الأخرى؟ وإلا رانا مش في هذه الدوامة. يعني احنا محتاجين نمر بتجربة مريرة. تحركات حسام. في شوية تحركات لوزير خارجية لرئيس البرلمان في المغرب أخيرا وغيرها يعني. شوف هذه تراها المجدية الآن كويسة. هذه التحركات خاصة من خلال وزارة الخارجية الحقيقة وشخص الدكتور عبد الهادي الحويج، وفي فترة قياسية استطاع على الأقل الآن أن يمارس مهامه ويجعل أو يبني جسور تواصل بين الحكومة الليبية والعديد من الحكومات. في فترة قريبة سابقة كان الكثير منهم يعني يتفاداها، بهذه المهارة وبهذا الحس الوطني استطاع. نعم. أن يقرب. نعم. هذه المسافة من حين لآخر، زيارات مهمة جدا أجراها. أيضا الزيارات المشتركة اللي يرافق فيها السيد رئيس مجلس النواب هي مهمة جدا،
وأعتقد أن كلها الآن في الفترة الأخيرة تصب في دعم أو الحشد التأييد أو شرح وجهة النظر الليبية الوطنية لدعم المسار السياسي وفق مخرجات برلين وإعلان القاهرة، اللي هو في تصوري يعني محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذها، لأن ما كان يسمى حكومة الوفاق حتى وإن سلمنا جدلا أنها منحت الثقة، بالرغم أن اتفاق السخيرات يقول يجب تمنح الثقة، سلمنا جدلا أنها منحت الثقة وأنها لم تعبث. طبعا تعرف فكرة الوزير المفوض، هذه فكرة غير مسبوقة، ما صارتش قبل في التاريخ. ما هذا هو الإخوة المسلمين، شفت لما تبقى المصلحة الأيديولوجيا والتنظيم ليست يعني مش مهمش مصلحة الوطن، ما حتى داروا ترتيبات مالية ترتيبات أمنية عشان يطلعوا من بند ما أنزلت بها قوانين الأرض والأنظمة في الدول من سلطان. مش موجود. ولكن سلمنا جدلا أن هذه الحكومة طيب خلينا نسلموا بها منحت الثقة. نعم. الإعلان الدستوري عفوا اتفاق الصخيرات اللي هم الآن يتكلموا عليه وفق اتفاق الصخيرات، قالوا الشرعية الحكومة المعترف بها دوليا وفق اتفاق الصخيرات، شنو يقول؟ يقول أن هذه الحكومة إذا منحت الثقة بالبرلمان لها عام تشتغل عام في وقت تزامن أو موازي لعمل لجنة الدستور. خلي باش نفهموها، نفصلها بشوي بشوي. نسيناها لجنة الدستور. إيه؟ طبعا نسيناها. لجنة الدستور تشتغل في الدستور والحكومة شغالة سنة عندها. أوكي. لجنة الدستور ما تمتش شغلها سنة، ما كفتش، قال الاتفاق تاخد سنة تاني، خودوا سنة تاني، بس المفروض أن هذه السنة تنتهي فيها فترة حكومة الوفاق لأحد أمرين، إما بانتهاء عمل لجنة الدستور وبالتالي يكون في حكومة ممكن حتى بعد شهرين من السنة الجديدة وبالتالي حكومة الوفاق انتهت، أو بانتهاء العام. نعم. أيهما أول؟ بمعنى حتى وإن لم تنتهي لجنة الدستور من عملها بانقضاء العام الثاني تصبح الوفاق من الماضي، ولم يشر اتفاق الصخيرات، أنا شفت معظم بنوده، إلى أن المجلس النواب يكون قد انتهى. ليش؟ لأنه سيترك البلد في فراغ سياسي، فالاتفاق الصخيرات لم يشر إلى أن البرلمان توفر، بيقول لك والله حتى البرلمان منتهي. لا ما هوش منتهي. هذا رد على كل سؤال حتى من خلال الإعلام. طبعاً ارجع الاتفاق الصخيرات. فعندما يعني الواحد يقول والله الصخيرات منتهي، يقول حتى هم مش محاججين باتفاق الصخيرات. أقرأ اتفاق الصخيرات. السراج بالرغم أنه غير مؤهل بكل مقامه من يوم دخل على بالفرقاطة أو بالقارب إلى طرابلس، نعم، إلى أول أمس غير مؤهل بتوقيع أي ورقة. طيب حسام سيدنا الفاضل، الإعلامي والدبلوماسي الوقت يعني رأوا بدأ ينفذ منه والله. ونحن كنا بنحكوا حتى على الإعلام وغيره، وقصة طيب هذه موجعة أخرى. طيب. أعتقد أنه موجعة من مواجع ليبيا الإعلام الآن. نعم. لكن أنا باختصار شديد جدا، كل هذه الأشياء اللي حدثت الآن وتأثرنا بها وأثرت فينا وتؤثر في مستقبلنا إلى هذه اللحظة. نعم. في المراحل ليبيا بداية من اتفاق الصخيرات اللي حكيت عليه حضرتك إلى فجر ليبيا إلى سيطرة الإخوان على طرابلس، كيف تقراها في دقيقة؟ وين ماشية؟ أنا مؤمن أن المسارات لا تحددها إلا الأمة إلا الشعب، عندما يتحدث الشعب ويحدد المسار انتهى الموضوع، ما عادش في مجال للتأليف أو الاجتهاد، خلص انتهى. وبالتالي أساسا عليهم أن يعملوا على تنفيذ إرادة الشعب، والشعب أرسل رسائل وعاود وكرر، وأن يبتعدوا عن الأفق السياسي ضيق، ما بيش يقول الأطماع السياسية، لنجعل ونقول الطموحات السياسية الضيقة، وإلا سوف لن تجد وطنا حتى أن تطمح فيه سياسيا. فيجب أن يحسم الأمر. موضوع الاحتلال هذا خطير جدا، دعم الجيش أصبح واجب وطني حقيقي أكثر من أي وقت مضى، تأسيس الجيش في هذا الوقت القياسي وهو يقاتل بيد ويبني بيد أخرى، والعالم كله يشاهد على فكرة، معجزة. نعم. طبعا عمل وطني نضالي سيخلده التاريخ وسينصفه التاريخ حتى وإن لم ينصفه البعض الآن. أولئك الرجال يعملون للوطن وللتاريخ، هم لا ينتظرون منا لا جزاء ولا شكور، بداية من القائد العام مشير خليفة حفتر اللي بنحييه الليلة وكل زملائه الضباط وضباط الصف، ما نبيش نعدد أسماء كلهم، كنا على تواصل معهم وكنا مؤمنين بقضيتهم الوطنية ومؤمنين بأن لا أمل بعد الله سبحانه وتعالى
إلا بالتمسك بهذا الجيش الذي جعل لنا على الأقل أرضية نستطيع أن نفاوض عليها من أجل أن ننقذ البلد من براثة الاستعمار. ويجب أن ينتبه المجلس النواب ولجنة الشؤون الخارجية لدورها المهم في هذا التوقيت. الحكومات في الدول والبرلمانات تريد أن تتواصل معهم، لدينا رسائل حقيقية وصلت شفوية. لكن ليش هذا الإغلاق يعني؟ ليش؟ والله هو ربما هو في تحرك شوية، لكن هو في تحرك لكن الفترة محتاجة أكثر. عندك علم الآن السراج بتمتعه بهذا الحق بتعيين سفراء، أنت عارف نص مش معاناتنا الآن عدم، وقالها على كل المستشار الفترة اللي فاتت في زيارة لروما، تخيل سفير ليبي في روما استقبل رئيس مجلس النواب، طيب يا سيدي أنت مش معينك سيالة ولا السراج فرضنا برغم أنه مخالف، لكن البرلمان ما هو حتى برلمان شرعي، فرضنا يا سيدي انت تتبع حكومه تعتقد ان هي شرعيه، تمام، ما هو رئيس برلمان شرعي، كيف رئيس مجلس نواب ورئيس برلمان بلدك انت سفير ما تكونش في مقدمه مستقبليه وتحضر الاجتماعات؟ ليش خايف على كم دولار بمشي يوقفهم لك يعني السراج؟ السراج لا يحق له تعيين السفراء، وهذا الحق هو الان يتمتع به للاسف الشديد نتيجه نقوله بالانجليزي الجاب، الفراغ اللي ترك مجلس النواب لي. والان عندنا اشارات ورسائل من العديد من البرلمانات في أوروبا بالذات تنتظر فقط أن يخاطبهم البرلمان ويوضح لهم الصورة، حتى وإن رجعنا لاتفاق الصخيرات وأن هناك مادة تقول أن الرئيس المجلس الرئاسي هو اللي يعين، بالرغم أن أيضا هذه المادة مش عارف كيف حتى وقعوا عليها للطرف الآخر، مش من حقه. صحيح. أنت اتفاق سياسي لا يلغي دستور، الإعلان الدستوري يعطي البرلمان الحق في تعيين السفراء. الدستور أعلى من أي اتفاق طبعا. نعم. كيف أنت تسمح يعني بهذا التنازل المخالف للدستور؟ فهي مادة ملغية أصلاً حتى وإن كان الاتفاق الصخيرات سلمنا أنه، لكن الآن في المغرب كويس التحرك. أه؟ في المغرب أمس في المغرب في جمهورية سانتا لوسيا أيضاً. نعم. في بعض اليونان الدول، في اليونان أعتقد، في أفريقيا الوسطى أعتقد، في بعض السفراء الوطنيين الحقيقة اتخذوا موقف وطني شجاع، والبرلمان كان في الصورة وأصدر لهم برلمانات عفواً براءات. نعم. لتعيينهم وهو حق أصيل لعلمك. عندك علم من اتفاق الصخيرات يا سيدي للآن السفراء الذين منحوا براءات كسفراء في دولهم هم الوحيدين اللي قراراتهم سليمة وصحيحة وفق الدستور. نعم. اتفاق الصخيرات حتى وإن كان فيه مادة مخالفة للدستور الغير صحيحة، مع أن الاتفاق الآن منتهي من حق البرلمان وأنه نرسلها مرة أخرى. هناك برلمانات أوروبية تنتظر المبادرة من البرلمان، حتى الأمم المتحدة كيف يسمح البرلمان للسراج أن يعين مندوب ليبيا في الأمم المتحدة؟ هذا خطأ واضح. شوف ما تعاني ليبيا الآن من وجود مندوب لمجموعة. صحيح. مش مندوب. صحيح. لوطن. صحيح. مش لليبيا. طيب هذا الفراغ يجب أن يسد، هذا يجب الفراغ أن يعمل فورا، يجب أن يعمل فورا، ويجب أن يعاد تنظيم السفارات يعني الليبية. يعني معلش سمحني أستاذ حسام، نحتاج إلى ماكينة سياسية كبيرة جدا للعمل، ولا لا يومي ماكينة. تعرف عشان قلت لهم ولمس نحكو وعشان نحكو على الإعلام شوية، ولا الأمن القومي الليبي في خطر، الأمن القومي الليبي. نعم. في خطر. نعم. الهوية الليبية كلها في خطر. بالأمس أردوغان يقول بكل وقاحة أنه سيطلب من التعليم أن يغير المناهج. تعرف شو معناها؟ معناها هي بيقري الجيل الجديد في تركيا أن هذه بلدهم، يتحدث قال يجب أن لا نبقى في هذه الرقعة الجغرافية 780 ألف كيلومتر ولا كم قال، ويتحدث بعاطفة عن الموصل وعن مصراتة. هذا اللي قهرني وذبحني. تتحدث عن مصراتة، يتحدث عن مصراتة ويقول لدينا عاطفة وسيغير المناهج. يعني غدوة بعد 15 سنة يطلع لك طفل قاري في الابتدائي أن مصراتة جزء من تركيا. كيف بتنحيها أنت هذه؟ أنت كيف بتنحيها؟ بالمقابل يجب نحن أيضا نبدأ في تغيير منهجنا ونذكر الحقيقة. بس ليش قلت لك بداية الحلقة لم أقرأ في كتاب التاريخ من الابتدائي والإعدادي أن تركيا كانت استعمار؟ ما قررناش الكرة. عندك علم؟ لم ندرس هذا. درسناه في الابتدائي ودخلنا امتحانات وجاوبناه وتفوقنا. درسنا هي كانت دولة عثمانية ودرسنا مزاياها وإسلامية وإنقاذ لل... نعم. أيضا نعم. لم يعلمونا في كتب التاريخ. نعم. كيف نصبت تركيا، يعني مع احترامي لك والمشاهدين، الخوازيق في المدن العربية. لماذا لم تتحدث كتب التاريخ في المدارس العربية والليبية بالذات عن الخوازيق وماذا كان يفعل بها الأتراك في هذا الشعب الغلبان اللي تاريخه كله معاناة؟ طيب. هو الوقت قبل الإعلام. أنا حاولت بس نفهم منك أين تقرأ مراحل ليبيا، بداية من صخيرات إلى فجر ليبيا إلى السيطرة الكاملة الآن على طرابلس. أنا شخصيا شوف أنا ربما متطرف في هذا الموضوع. أنا لا أرى للصخيرات أي وجود في الواقع، ولا أرى أيضا للمجموعة اللي في طرابلس أي لكن وجود. لكن مسيطرة المجموعة، مسيطرة وميليشيات مسيطرة بحكم الأيديولوجيا والسلاح.
والسلاح، أمر واقع. هذا موجود، هذا موجود أمر تعاني واقع. طرابلس الآن أستاذ حسام تعاني؟ كل ليبيا تعاني. هو إذا كان الصبع جزء من الجسم مرض يتداعى كل الجسد بالسهر والحمى، كل جسد ليبيا يعاني. يعني تو أنت اللي في مغازي ولا في 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 طبرق ولا في المرج مرتاح، ما كنا نعانوا. اليوم شوف أنت الأسعار في الأسواق، المواطن الموظف مش قادر يعني تخش تاخذ حاجة بسيطة، بورزة صغيرة تلقى روحك في المية ومية وعشرين دينار. يعني الوطن كله يعاني، والسراق يعني ينهبونه ليلا ونهارا. وغسان سلامة قالها، شاهد من أهلهم قالها. وبالتالي أنا أرى أن مهم جدا العمل لأنك تعامل مع العالم في على موضوع السياسي. طيب الماكينة السياسية الآن مهمة جدا، وحضرتك وضحت بعض النقاط المهمة والأولويات الحقيقية، وربما رغبة حتى برلمانات فقط في مد اليد، يعني فقط هم الآن ينتظرون. الماكينة الإعلامية حسام، وهي أعتقد سبب مهم جدا من الأسباب اللي حقق نتائج كارثية على ليبيا. شوف أين ترى الإعلام؟ تم يعني التآمر لإحكام القبض عليه من أوائل سنة، تغلغلوا فيهم ولا لا؟ طبعا 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 في طرابلس حتى قبل فبراير، حتى لو ردينا شوية على ليبيا الغد، ايه ايام ليبيا سيطرة كانت إعلامية طبعا. سيف الإسلام، يعني سيف الإسلام اللي كان صاحب مشروع ليبيا الغد، واللي لحد ما ظاهريا كان مشروع واعد، يعني كنا من خلال ربما حبوه الليبيين كمان. عندما أسس عندما أراد أن يؤسس إعلام لمنظومة إعلامية تخدم هذا المشروع، من حط عليه عين عليه؟ قادة إخوان في الوقت، الإعلاميين الوطنيين كلهم موجودين، كنا شاهدين على الموضوع. نعم حضرتك أيضا. نعم ليش؟ لماذا؟ هم يجيبون على هذا والتاريخ أمامهم يعني يزودوه بالإجابة. لكن الآن هل هم من الذكاء بحيث يعني أوكي تبي تسيطر على الجيش تدير ميليشيات، ولكن من الذكاء أن يسيطروا أيضا على الإعلام بقوة؟ طبعا لأن الإعلام لماذا؟ سيطرت على الفكر، وسيطرت على مصدر المعلومة. سيطرت على مصدر المعلومة. يعني بالأمس هناك قناة بعض الزملاء حتى مشوا لها ويدعي أن هي ما تتكلمش على السياسة وغيرها، ما بيش تتكلم عليها الآن، وهي ما تتكلمش في الظهر، كلها برامج ومنوعات مثلا. سلام. سلام التي لا سلام فيها. نعم. نفاجأ أي فترة العملية الأمنية، وأنا مصر اسمها العملية الأمنية حول طرابلس اللي كان يقودها الجيش، واللي توقفت الآن بضغوط دولية، واللي أعاد الجيش من خلال تمركزاتها، شهدت أعتقد في ليلة كان في قصف قريب من مستشفى، من أحد المستشفيات في طرابلس، والقصف تم توثيقه حتى في تقرير الأفريقي، من هو كان من إحدى ميليشيات من اتجاه قائد المعديقة. تم نقل هذا القصف وتضخيمه والأخير الآلة الإعلامية الإخوانية وحلفائها في تلك الليلة، فإذا بهذه السلام الوردية المنوعاتية تنضم للجوقة وتنقل أيضا مباشرة وتتبنى نفس الخطاب. فإذا هم ما أرادوا الإعلام ولا السلام أبدا، ولا أرادوا مواطن. هم عندهم هدف، يجوك بالسلام ويجوك بالمحبة ويجوك حتى ببقات الورود التي إن استنشقتها فستستنشق سما زعافا غبارا قاتلا. يعني الآن التجربة واضحة، قصدي أنا لا أجتهد الآن ولا أدعي المعلومة الحصرية ولا هذا، موجود. طيب وقعنا عشنا، سيطروا على الإعلام، سيطر. صحروا. يعني أنت عندك علم الآن موارد الإنتاج الإعلامي في ليبيا صار لها تصحر. سيطروا على العاصمة، سيطروا على مصدر الأموال، وبالتالي عملوا عملية تجفيف لمنابع التمويل. أصبحت الحركة الإعلامية والإنتاجية في البلد في حالة تصحر. هنا يسهل إذا استقطاب الكوادر، ما الناس بتخدم بالدولار، احنا نعتبر على بعضنا بالدولار. صحيح صحيح، خير ما يعيش، عندنا أصدقاء. صحيح بيعيش. صحيح. يعني في قامات فنية إعلامية كبيرة كبيرة، أتألم وأنزف كل يوم لما نجدها في موقف كأنها كومبارس. ليش؟ لأن خططوا لتجفيف منابع التمويل وقتل الحركة الثقافية والإبداعية والإنتاجية واقتصار الممولين على مؤسساتهم هم، فأنتجوا لك قنوات تتحدث بفكرهم بأي شكل، حتى ديكور جميل ومزين عصري عصري هورا. أيضا تنتج مسلسلات بمئات دراما بملايين دراما بملايين تمرر بملايين أفكارهم بملايين. نعم. وأيضا تعمل على تفتيت من نحاول أن نلم الوطن من الوطن. الموضوع ما هو سهل أبدا، ومخطط ومبرمج
والان نشوف الاوضاع البائسه بتاع الانتاج يعني في كل ليبيا يعني وفي العاصمه بالذات اللي فيها الحراك الاقتصادي. طيب اللي الاعلام الاخر هو اعلامنا الان المضاد لهذه الحركه يعني المتطرفه اعلاميا بشكل او باخر، يعني هل فيه سوء فهم لهذه المعركه؟ هل فيه قله حراك او فهم او غيره من اي كان من لا لا هو ما فيش سوء فهم، هو لأن الآخر فهم المسألة صح ويصرف عليها بشكل هو طبعا يعني هذاك تنظيم وموضوع دولي، هذاك يعني أنت تتكلم في أرقام مهولة يصرفوا فيها، أرقام مهولة ويغيروا في البلدان، يبدأ يبت من هنا وغدو يمشي يبت من إسطنبول ويبت لك من هنا ويجيب لك صحف، لا وبالعكس يجيب يمول لك حتى ما ناس يهيئ لك في الظاهر انهم ايضا تيار مدني وطني وغيره، ولكن لا هو لا هو في نفس الوقت يخدم نفس الاتجاه ويترك اللي عند لم تنبوه لما نبوك يقول لك الكلمه. لكن بالنسبه للاعلام الوطني هو لا مش فاهم، هو فاهم واعي ويشتغل وقاعد يكافح بامكانياته المحدوده. هل مكبل الامكانات؟ مكبل بالامكانات ولا بالفهم؟ مهمه كبيره. كيف يعني؟ المسؤوليه ضخمه. يعني المسؤوليه الملقاه على عاتقنا مسؤوليه كبيره، راهو انت عليك مسؤوليه انقاذ امه، انت عليك مسؤوليه تاريخيه كبيره جدا. الاله اللي مفروض الدعم وراك المفروض تكون اله ضخمه من التمويل والدعم ومن ايضا خلو من الناس اللي تكسر المجاديف، وضف فوق هذا كله انت بتطرح قضيتك وبتدافع عنها وايضا بتتصدى لموجه هجوم مرعبه، في عندك اعلام مرعب مخيف تدعم يعني آلة مخيفة وراها دعم دول مش دعم يعني أجهزة مخابرات دولية خطيرة كبيرة، مش موضوع سهل. هم يحاربونك بالإعلام كما يرسلون إليك الإرهابيين وكما يرسلون إليك أيضا السلاح، وإن شاء الله ربك يمكننا إن شاء الله أن احنا نتجاوز. ومجرد دخولنا للإعلام أعتقد أن سمح لنا وقت إضافي. والله باي الحمد لله كويس، لأن الموضوع مهم جدا أعتقد يعني مهم جدا. طيب هذه الآلة الإعلامية الآن تراها الآن ضربت النسيج الاجتماعي، ضربت ربما حتى استطاعت أن تنال ربما حتى المؤسسة العسكرية، ترى ذلك؟ والله يشوف أنا ديما من عيوبي بصراحة أنا ديما تلقاني مركز على الجزء المليان من الكوب، في شوية تفاؤل لا بس دائما. خلينا بس هي مش كويسة، هي من رأي هذه النظرة التفاؤلية الحالية أحيانا تصدق بواقع ضرتنا جدا. فأنا دائما نجلد الذات، أنا دائما كنت يعني دائما كنت أتمنى وأتصور أن النسيج الاجتماعي الليبي متماسك بحيث ما حد يقدر يأثر عليه، لكن بصراحة النقر بشكل مستمر على رأس المسمار أكيد هذه نظرية إعلامية طبعا. أنا ربما يعني أعلن هذا لأول مرة، أنا حتى في برامج تكلمتش فيها اليوم، أعطيتنا حصريتين حصريات في نهاية 2011 رجعت لطرابلس وطلبت مقابلة المستشار مصطفى عبد الجليل، كان رئيس المجلس الوطني الانتقالي ذلك الوقت. رئيس المجلس الانتقالي معناه رئيس الدولة، يعني هكذا وضع ذلك الوقت صحيح. وهو في الواقع الأمر كان لأول مرة في حياتي نلتقي به، يعني في كثير اشاعات ان في بدايه التغيير قالوا ان في لا انا عمري ما التقيت انا وياه، شارك معي في على الهواء في مداخلات وغيرها، لكن شخصيا انا اللي طلبت هذا اللقاء. وانا كنت مقيم في الخارج. ليش طلبت اللقاء يعني؟ تو كثير يشوف يقول لك هذا ماشي قابل في رئيس الدوله كذا في منصب وكذا يعني يلا كيف ما يحكوا في الفيس ويحكوا. والله طيب. للاسف الشديد احنا طبعا مجحف في حقنا في هذا الموضوع وانا الاول نحكوا فيه يعني وشيء بشيء يذكر. طيب فانا اللي طلبت هذه المقابله، ولكن لما كنا خالي الوفاضة كان بإيدي مذكرة أو تصور قدمت للسيد المستشار باعتباره رئيس الدولة في ذلك الوقت ورئيس المجلس الانتقالي اللي شرع، رأيت في ذلك التصور برأيي المتواضع ومن خلال خبرتي المتواضعة كيف يجب أن يكون عليه حال الإعلام الوطني في ليبيا بعد هذا الزلزال اللي حدث لكي يتم إنقاذ ليبيا مما نخاف أن يحدث. وفعلا مشكور تم ترتيب الموعد وذهبت لهذا اللقاء، واذكر استقبلني استقبال جيد الحقيقه يعني، وهذا انا اتكلم في تاريخ طبعا لا اثني ولا انتقد يعني نتكلم في كما حدث كيف ما هو. لدرجه انه هو غادر حتى مكتبه وجلس جنبي معي في الصالون واهلا وسهلا بك وتشرفنا والى اخره، وقلت له انا والله بصراحه انا جاي زياره هنا وراجع
لعملي، كنت هذا الوقت قاعد في القاهرة في القناة، إنما يعني عشان ضمير يبدأ مرتاح، أشعر أني لابد أن ساهم بشيء. أنا أرى في هذه الورقة المتواضعة تصور لما يجب أن يكون عليه الإعلام الليبي في الفترة القادمة حتى ننقذ بلدنا وشعبنا من المخيف القادم، فيما لو تم استغلال الإعلام استغلال. هذا التصور على ماذا ركزت؟ ركزت على استقلال الإعلام. صعبة شوي. ركزت على استقلال الإعلام، ومفتاح استقلال الإعلام التمويل. يعني يجب، أنا قلت لها في التصور، على فكرة أنا قدمت التصور كنت مغادر صراحة، يعني الضيافة البسيطة بنمشي، ما كانش عندي أي. هو الآن سيادة بشار حي موجود، وأكيد ربما يسأل هذا اليوم، لأن عندي معلومة الآن خطيرة حنقولها كنتيجة لهذا اللقاء، فربما يسأل يوما ما يعني بهذا الأمر. بس المعلومة ما حصلتش منه، أنا حصلتها من مصادر أخرى. فأصر أبقى، قال أبقى، وقرأ المذكرة وأنا موجود كلها كاملة. هي كانت عبارة عن ورقة كاملة بالإيفور. نعم نعم. فيها كل فيها تفصيل يعني نقاط انتبه رئيسية. يعني انتبه لو حاول أن هو قرأها كاملة. طيب. وأثنى عليها. طيب كويس. يعني أعطاني رأي فيها وقتي. كويس. فأنا سعدت، ونعرف أنه هو صاحب ذكر وقت القرار، يعني حيطرح على أصدقائي، ربما يصدر قانون أو قرار بهذا الأمر ينقذ. تعرف وأنا في القاهرة أو لو كنت برا، لو سمعت بأن هذا حصل أقسم بالله سيكون عندي أنا عيد وطني، ما كنتش حنرجع يعني. لكن المهم أن أرى الإعلام في بلدي يحدث فيها، صحيح. أن يتم أن يكون مستقل. صحيح. وأن يتم تمويله من خزانة الشعب، ويكون إعلام للشعب، بمعنى لما نشتغل فيها أنا وأنت نبدأ نشتغله عند الشعب، وهذا كان مطلبنا خصوصا بعد اللي صار يعني. نعم هذا كان مطلبنا. نعم. أنا الآن وغدرت خلاص، حييته وغدرت، بس قاعد عندي فضول بنعرف، لأن كان يوم خميس أذكر، وكان في اجتماع مجلس الانتقال يوم السبت. من خلال بعض العلاقات اللي درتها وعفوني الناس وغيرها، حاولت أنني نربط لينك خط من يزودني معلومة نتيجة الاجتماع. نعم. وجاءتني النتيجة للأسف الشديد، عندما طرع المستشار المذكرة، يعني ممكن حتى قريب داروا عليهم كلاب، لا يمكن. قالوا لي أمين السر اللي كان حاضر، تصدق الهجمة الشرسة اللي قوبل بها المستشار عندما طرح هذه المذكرة. مقترح. نعم. أنا طبعا تفاجأت، لأن اللي قدمت أنا نحي حتى اسمي منه، ما فيش وطنيان يختلفوا عليه، مطلب وطني ما يختلف على حد. وقلت لك هذا مطلبنا جميعا فعلا. كويس. أنا مشيت. طيب. في سؤال أكثر، قلت له بالله معلش سمحت، أنا نبي نسأل سؤال وخلاص. منهم اللي حاضرين اللي اعترضوا سمى لي أسماء ما بيش نذكرها الآن، كلها تنظيم الإخوان المسلمين. ليش؟ لأنهم يعلمون جيدا إذا استقل الإعلام وأصبح الإعلام الوطني عملا وفعلا وقولا وقانونا وتشريعيا وتمويلا يعني. أنت عارف شو معنى تمويل؟ يعني ما نبيش أنا يخلصني وزير ولا تخلصني حكومة، تمويلي بالقانون يجيني من خزينة الشعب، أنا مرتبي ينزل مخلصني محمد وعلي ومفتاح وزهرة وخيرية اللي مقعمزين في حوشهم، أنا نخدم عندهم. لما أنا نكون نخدم عندهم ويبدأ فيه رئيسي واحد منتخب من بيناتنا وفق القانون يصرف لي في مرتبي وما يخالفنيش ولا يخصم مني لما نقول حقيقة ولا نقدم تقرير حقيقي ولا نحاسب وزير، بالتالي يكون في إعلام حقيقي وطني لأنه مملوك للشعب. غدوة لما أنا تمنعني لأن الشعب هو اللي خلصني، يطلع لك مظاهرة ينحيك. فلوسي من الشعب صح؟ فلوسي من الشعب. نخدم عند الشعب. هذه المعادلة الوحيدة اللي لو حصلت ينجو الإعلام وينجو الوطن. وبالتالي الإخوان رفضوا هذا المشروع وهذه الفكرة، وبقوا دائما حاضرين في أي شيء كنا نحاول نديروه، تلقى المنتسبين ليهم في معارضة. ضروري يكون في معارضة. وهذا الإعلام اللي ينجح، اللي هو الإعلام العمومي زي البي بي سي وغيره كتجربة معروفة. نعم بالضبط. نعم. الإعلام الممول من الشعب واللي يكون فيه إعلامي زي لكن إعلام مش يخلص من حر مال سين من الناس. نعم. يقول أنا أنت تخلص من حر مال أو من دولة أخرى أو أنا من دولة. نخلص من خزينة من الشعب. طيب. دافع الضريبة الشعب الكحيان اللي يستنى في مرتبة. صح. ناخذ منه دينار نخلص به هذا الفريق الإعلامي اللي هو في خدمتك، اللي هو صوتك. صوتك واللي بيقدم لك الحقيقة واللي ما يخافش. أنا أذكر في فترة ذيك كان السيد الدكتور حبيل عبد الرحمن حبيل. نعم. مسي عليه بالخير، كان وزير إعلام وثقافة. رجعت أول ما رجعت عرض علي أنني أقدم برنامج في قناة ليبيا الرسمية اللي هي تحت إشراف الحكومة ذاك تبع الدولة. نعم. قلت له حاضر نقدم برنامج.
راكي هذه طلباتي وكذا وهذه مواضيع وكذا كذا، شن قال لي في النص اللي نتحاور انا وياه؟ طبعا هو شخصيه محترمه صراحه، يعني من الشخصيات اللي اتمنى يوم ما يكون لهم دور ويرجع اذا اتيحت لي، لم تتح لي الفرص. نعم. المناخ الملائم مش محسوب على اخوانه. لا لا مش هو رجل مهني ويغلب عليه، لكن من الشخصيات اللي المشهد زي ما قال الكيبل الله يرحمه لما قال من فوق فيه طبعا في سلطه اعلى. شن نعم. قال لي؟ قال لي جمله هي اللي ما صارش بها تعاون، يعني ما طلعتش فيها القناه. قال لي بس خف علينا شوي، دير برنامج لكن خف علينا شوي. طبعا ما نقدرش نقول له نقدر اني نرفض اني نتعاون، لكن لو اشتغلت في القناه طبعا لابد نخف عليه شوي، ان غدوه بيجيني لفت نظر او قبلها بيجيني مكالمه وديه خصم بقى يا حسام خف، بعدين يجي لفت نظر، بعدين يجي خصم. طيب هذا الاعلام ايضا ممول حتى من خارج ليبيا استاذ حسام، من اين يمول هذا الاعلام؟ هذا السرطان. من اين يمول هذا السرطان؟ الاعلام اللي ممول من خارج ليبيا واللي مجهوله مصادر تمويله بين قوسين، مجهوله كدول معروفه حتى وان كانت مع الاتجاه الوطني، يعني ما بيش يكون خليك هذه قناه وطنيه وتبث من ورسالتها واضحه وقضيتها واضحه، امكانياتها ضعيفه من ينتقد ويمدحها من يمدح، خلينا نقول امكانياتها ضعيفه وتنجح وتفشل. نعم. نعم. وتوفق في توصيل فكره وتحاول اذا فشلت تنجح مره اخرى وهكذا. نعم. وان شاء الله ربي يقدرنا نوقف معاها وتؤدي رسالتها كما يجب. المهم التمويل الخارجي، التمويل الخارجي هو الخطير. هذا مش الكورونا، هذا الفيروس القاتل اللي هو فعلا ان تسلل لجسد الاعلام في اي بلد ينهيها، ينهي اعلامها. تمويله من وين؟ من اين تقصد؟ من بالضبط الاعلام؟ مثلا زي مثلا بعض القنوات الموجوده في تركيا وغيرها. نعم. انا عندي امثله، مش سر عندي امثله يعني واضحه، يعني اذكر ورما هذا برضه نتكلم فيه لاول مره مع الأستاذ الإعلامي القدير محمود شمام بن حي في الأمس، أنا كنت نحكي له مرة وتحدثنا عن قناة لي بالأحرار اللي كيف كان مديرها هو. نعم. فبالحرف قال لي هذه كانت من جيب هذا الشيخ الأب حاكم الأب حمد. إيه. نعم. تمويل من جيب الخاص. نعم. هو من كان يمول هذه القناة على سود عيون الليبيين. لماذا هو الشيخ حمد اسمه؟ لماذا الشيخ حمد هذا الحاكم السابق يمول قناة ليبية؟ طيب والآن هي في تركيا يعني. نعم والآن هي في تركيا. أي نعم. طبعا نعم. لأن الآن هو بعد تولى هذا الابن أكيد عمل آلية التمويل، وحتى الأستاذ محمود ترك إدارتها وفي كثير من الإعلاميين تركوها، لكن آلية التمويل اختلفت. هي الآن تمول من المخابرات القطرية، يعني جهاز مخابرات يمول قناة إعلامية تخاطب في الداخل الليبي. نعم. هذا اللي اعترضنا عليه وتركنا القناة يعني. نعم. طبعا نعم. هذا معترض عليه جمله تفصيل. طيب. حتى في البدايه ما كانش امور واضحه، هذه التصريحات هذه بقى في الاخر صحيح، لكن صحيح. شوف الخبره كانت البدايات مموهه استاذ حسام، ثم ظهرت بعض الحقائق تركناها قناه كما تركها قناه ليبيا تي في زي حضرتك وزي ناس قناه ليبيا تي في اللي كنت فيها. ناس استقلت فيها على استقلت منها على هواء. ليش استقلت؟ ايضا هذا اعلن هذا لاول مره، ربما في برامجي الخاصه لا تتيح لي فرصه نحكي فيها. لماذا استقلت على الهواء؟ استقلت لما شفت ان الجيش الجرار من تنظيم الاخوان المسلمين يتسلل لادارتها. لما بدات القناه ما كانوش موجودين. واستقلت عمليا بعد الحلقه اللي انا حتى على السوشيال ميديا شوفها لعلي الصلابي لما صادفته وتحدث على بعض الحقائق. نعم. كانت كارثيه وكانت صادمه حتى لي على الهواء. لكن المشاهدين ما كانوش يعرفوا من اللي كان على الاربيس سماعه، ما كانوش يعرفوا المشاهدين من اللي كان جالس اللي كان بينك وبين المخرج يعني. طبعا نعم. مش مخرج، فريق اعداد كامل كل تنظيم الاخوان. نعم. عرفتهم بعدين ما كناش نعرفهم. لدرجه اني على الهواء شلت السماعه، وكان في اول لقطه كاتاوي قلت لهم اما بالاشاره اما تتوقفوا على واحد اما نطلع نغادر الحلقه. طبعا هم كانوا جايبين هذا كبيرهم، فكانوا الحلقه يبغوها تكمل باي شكل، وكان في حتى كان صار صدام في ذلك اليوم. نعم. من بدايته كان في صدام على الموضوع، وبصراحة كانت هي خلاص المسمار الأخير في نعش استمراري في هذا القناة. المكان خلاص اتضحت، احنا نقوله طاح المستور البنبوك. نعم. يعني كان الموضوع لا يمكن حتى اللي عنده، لا أدعي درجة أولى في الوطن، حتى اللي عنده يعني ألف باء الوطنية لا يمكن يقبل، يعني مع أنه كان لما استقلته كان مجهول إدارة الوضع مش عارفة، لكن كان لا يمكن نقبل أن نستمر في وضعية بائسة زي هذه. وهذا الحقيقة اللي للأسف اللي رسم المشهد الإعلامي طيلة السنوات اللي فاتوا، وهو أحد أهم معاول الهدم والمصائب اللي عانوا منها الليبيين
والليبي هو قداش منا. المعلومات اللي قاعدة تتدفق لذهنها حتى في بعض الناس وصلها حتى تلخبطة ما عادش عرفت بيحبط. في الوقت اللي راهو الآن احنا في 2020 يا أخي المعلومة بزر ضغطة زر ديما نخش في الخلاف نقول لهم يا أخي أنت ليش حاير؟ المعلومة ضغطة زر تقدر تشوف هذا وهذا تقدر تصنعها أيضا حتى المعلومة يعني. لكن بصراحة خلاص أصبحت متفاعل والناس تعبانة وظروفها تعبانة والاقتصاد تعبان والبلد تعبانة والأفق مجهول. هذه ما كانت يسمى حكومة الوفاق اللي يحكوا عليها. في حد يقدر يجاوبني حتى هم أنفسهم حتى اللي يعني حتى اللي يعني إذا راح يعني هذه الشرق. في حد يقدر يجاوبني متى الحلقة الأخيرة متاع هذه الحكومة؟ تراني بنفهم يوم استلم السرار الحلقة الأخيرة أمتى كانت؟ أمتى كانت يعني النهاية وين؟ أنا يعني أعلن يعني الآن المخرج مش حقيقي 2018 لما كان في مباحثات باريس وضغطت الأوروبيين على السراج إنه يسرع في انتخابات. ألا تذكر في انتخابات؟ صحيح كويس هذه معلومة الآن. رجع السراج إلى طرابلس وأصدر قرار بتخصيص مبلغ 60 مليون دينار لمفوضين عن الانتخابات. نعم. كلنا ما فيش واحد ما سررش يعني قلنا كويس أخيرا في شيء حيحصل. وصدر القرار. أنا شخصيا بعلاقاتي الخاصة اتصلت بمصادري في المفوضية كنت برا ذاك الوقت وتأكدت بنفسي قالوا ما وصلناش ولا قرش. تكيم مصدر القرار إيه؟ قرار بس للبرباغاندا الإعلامية. ثم وصلت مصادر أخرى قالت أن وهذا طبعا متروك للتحقيق الزمن هيبينه أن السراج أو من مكتبة اتصلوا بالخزانة وطلبوا منهم إذا ما نقول إحنا بالليبي ترقيد القرار. هذه معلومة اللي حصل بعدها يثبت هذا لأنه صار ما فيش وين صار شيء. لا هم استلموا 60 مليون ولا صاروا انتخابات. ضيف إلى ذلك افتعال وأنا أكرر افتعال الهجوم الإرهابي على مبنى المفوضية. مش معنى المفوضية داروا مؤسسة بعدين باش يبينوا في ليش مفوضية وبهذه البشاعة؟ عشان الليبيين والغرب يقول إيه ما بعد المفاوضات عفوا الانتخابات انتخابات أنسى موضوع الانتخابات. هم ليس في حساباتهم ترك المكان صدقني ولا في حلقة أخيرة ولا في نهاية ما لم من المخرج اللي يعني الحلقة والله ما عندهمش مخرج والله هو أبرز مخرج مازال ما عرفناش شيء اللي جاب السراج من خارج القائمة اللي رشحها البرلمان صحيح. إذا كان عرفنا هذا منه وهذا سؤال نعم. إذا عرفنا من هذا وكيف اليوم نسمع في واحد برامج يقول لك من جيء بسيد فايز السراج من جيء به؟ أنا سبق وجهت لسؤال في واحدة من القنوات العربية قلت أنا أتمنى أن أسأله ما الذي ساوموك به أو ما الذي أغروك به أو ما الذي منحوه إياك حتى تقبل على نفسك هذا الموقف؟ ما فيش عاقل يقبل هذا الموقف أبدا أبدا. طيب فالأمر يعني جدا خطير خطير والشعب الليبي يعني غالبيته يتحسس هذه الخطورة. للأسف الشديد الناس اللي فيها معانا ذكي راس على فكرة ويربطوا كل ما حدث بشخص ما هو عشان يعني يفرغوا كل نضالاتك من مضمونها الوطني. نعم يفرغوها من محتواها. وهذا طبعا هذا موضوع ممنهج مش من فراغ. يعني ربط الإنجازات الوطنية الكبرى بشخص. واستهداف هذا الشخص ثم إفراغ أي عمل وطني حقيقي صادق من محتواه. أيضا الطعن في أي حد يتكلم كلام صادق أطعن فيه. جيب أنت الأشياء السلبية أكثر إفراغ كل شيء ضخ سلبيات بشكل ضرب الرموز الوطنية ضرب الرموز صحيح ما عادش فيش عندك رمز قلب المصطلحات حتى قلب المصطلحات يعني الدولة المدنية موجودة وهي مش موجودة يعني هلا هذا من فراغ مصطلحات نعم مش من فراغ من يعدل المسار ويصحح إعلام وطني حقيقي. كيف نبني إعلام وطني حقيقي يا سيدي حتى بكل هذه الإمكانيات الضعيفة؟ بإعلاميين وطنيين حقيقيين مش موجودين على الساحة واجد. كيف مش موجودين؟ لا أجرأ أصلا نقول لك موجودين اعتبرني أنا أقلهم موجودين. كيف في من الجيل السابق وجيلنا والأجيال الجديدة في مجموعة من النخب الإعلامية الممتازة نعم اللي ممكن جدا في اللي ممكن مبتعد شوية أستاذ حسام منه بعض الناس والله الإعلاميين الوطنيين خلينا نقول الكبار يعني والله شوف الابتعاد لي عدة عوامل مش آخرها ولا أقلها أهمية العالم الاقتصادي المادي صحيح
ولكن بالدرجة الأولى الإنصاف. ولما نقول إنصاف ما هوش إنصاف اقتصادي، إنصاف مكاناتي إن صح التعبير، تعطي قيمة، أعطي قيمة. نعم. إفراغ كل شيء من قيمته. نعم. هذا أمر مخطط ليه. أطلع تتكلم أنت، يجيبوا لك كل سلبياتك ويهزوا صورتك. تبدأ إن تم إفراغ أنا رسالتك هي من محتواها، وتبقى ما مجال للتندر والسخرية، فتضيع الرسالة. وهذا موضوع ما هوش سهل الحقيقة، يعني أنا محتاج إلى عمل استراتيجي، ما هوش صعب. وممكن حتى بعد الحلقة حضرتك الآن حتهاجم يعني بأي شكل، يعني ما تعرفش ما تعرفش. نعم. احنا شوف، أنا لما وجدت لدعوة جيت بكل فرح وكل سرور، ولا عندي ايديولوجيا ولا عندي فكر خاص ولا عندي انتماء لأي حزب ولا فكر سياسي، ولا ما عنديش أي نوع من أنواع الانتماءات إلا لبلدي. انتمائي الوحيد إذا بيترجم في مصطلح سياسي أن أرى هذا الشعب مرتاح وهذه البلد في رغد، بس فقط هذوما الهدفين. أي كيان ممكن ينفذ أنا نصفق له ونجي نقعد جندي عنده وسبح بحمده ليل نهار، مجرد نشوفه يشتغل بهذا. شو بخرج شو دور الإعلامي غير أنه يقدم الحقيقة ويدعم من يعمل بهذا؟ هذا الدور، هذا دورنا. لكن الآن نحن في معركة حقيقية يجب أن نحدد فيها أولوياتنا، ويجب أن نصطف فيها صفاف حقيقي. ننسى حكاية سبتمبر وفبراير والملكية، هذه القصص هي اللي تقتل حلم الأحلام الوطنية والأمال الوطنية، تقتلها في مهدها. لا تتمترسوا، لا تتأدلجوا، لا تتحزبوا، لا تجعلوا أنفسكم في شلل. دائما أفقه مهما توهمت أنه كبير هو ضيق، لأن الأمة أكبر والوطن أكبر. عندما يضيع، وهذا كنت أقول فيه زمان في 2013، عندما يضيع هذا الوطن رغم ما عندكش حتى كيف تتفرسم، صحيح ما عادش في عندك باش. وانت جربت الغربة، يعني جربت الغربة، جربنا الغربة بمرارتها. بمرارتها كيف يعني؟ والله هذه بحلقات خالد. إحساسك وأنت في الغربة، حتى وإن كنت تأدي في عمل فترة معينة، ما بتنتهي هذه الفترة، ثم إلى أين؟ هذه النقطة المؤلمة، إلى أين بلدك، إلى أين هذا التكالب اللي عليها، وهذا لا والهوية. يعني إحنا معاش مولو احتربيين، الموضوع معاش بدأ يضيء ومية ومرتب كويس ونديروا شوية طرق ومستشفيات كويسة، واللي بين معاش يتمرمدوا برا، وطيران جميل، وتركب درجة أولى. ليش تركب درجة أولى؟ لأن مرتبك كويس وأولادك مرتاحين ومطمئنين مستقبلك. هذا أكبر أكبر الموضوع. نعم. قصدي أيعقل؟ هذه أساسيات. أصبحنا الآن إحنا ليبيين ولا مش ليبيين؟ طلعنا أبوه اسمه أردوغان قال أنا العاطفة والقلب ونا حدودنا، وأن يعني الموضوع هو خطير جدا، خطير أكبر من أي أطماع وأكبر من أي عقد تحصله ولا اعتماد تفتحة ولا. طيب هذه في هذه في يعني خليني أقول في هذه المشاعر الآن الجياشة الوطنية، خليني اللي ممكن تظهر من أي مواطن، فما بالك بإعلامي ودبلوماسي أيضا، لو لم تكن هناك بنغازي الآن ومحررة ودرنة وطبرق، وين كنت أستاذ حسام؟ والله هو سؤال يوجه الكثير من الليبيين اللي قاعدين في التوهان، وممكن يكونوا هو الآن الحمد لله التغيير الكبير اللي حصل بيتخلص كل هذه الرقعة الجغرافية الغالية من ليبيا من براثن الإرهاب البشع الحاقد الملغي لكل شيء، ألغى كل شيء، ألغانا جميع، ألغى كل شيء، ألغى ذواتنا وألغى هويتنا وألغى وطننا، ألغى كل شيء، بل ألغى حتى أعمارنا. صحيح. يعني أنت تقابل شخص يرى أنه يقتلك فيتقرب إلى الله زلفة. قصدي هذا موضوع خطير جدا. نعم. فالتخلص من هذا، وللفضل يعود فيه لله سبحانه وتعالى، ثم الإرادة الحقيقية الوطنية للواء خليفة حفتر حينها عندما دعمناه في بداياته، هو مجموعة الضباط الأنقياء. نعم. نعم. اللي ما كانش مهم للموت وش كان قدمه، وتحول يعني حلم نواة تكوين هذا الجيش اللي حاربوه جميعا من اغتيال عبد الفتاح يونس على فكرة. صحيح. صحيح. القضاء على أي شخصية كاريزماتية من الممكن تشكل نواة لجيش ينقذ هذا البلد وهذه الأمة، وبالتالي يعني يضحض ويبطل كل المخطط اللي كان. وحتى سيادة المشير زمان تعرض لمحاولة اغتيال
ضخمة قوية جدا. لابد القصد الإنهاء بالكامل الآن. الاغتيال قاعد مستمر على فكرة عندك علم، ولكن اغتيال معنوي واغتيال سياسي واغتيال وطني هكذا يتوهمونه. كل محاولة فيهم هي تزيد من نجاحات هذا الجيش وتزيد من التعلق الناس به وارتباطهم به، لأن أنت صدقني ما فيش أمل أصلا. هو الأمل في شنو؟ هو الأمل في الله، ثم في أنك أنت صحيح. تكون عندك صحيح. عندك يد شوية صحيح. شوية يد تقدر تدافع بها عن حقوقك. وهذه الرقعة الآن انتزعت من الإرهاب. حتى القرار الحكيم اللي كان للساسة في البرلمان عند احتضانهم لهذه المؤسسة النواة وتأطيرها سياسيا ودستوريا في طبرق. نعم. طبعا نعم. هذا أعطاها، هي بدأت حركة لضباط أنقياء عندهم هدف وطني، التف حول كل بين لو كذب عليك. صحيح. أنا لماذا قصفونا في طرابلس؟ احنا التفتنا معها منذ البداية، لأن كان الوحيد في ذلك الظلام بصيص أمل ندعمه علنا من خلاله ننجو. فالتأطير السياسي والدستوري اللي تبناه البرلمان عندما تفعل طبعا بعد عملية الانقلاب، حاول يلم نفس البرلمان وتقنين لهذه المؤسسة ودعم لها، وانطلاق المشير وزملاء في تأسيس هذا الحلم من لا شيء من العدم، وقاعدين كل يوم أولمس في تخرج. أنا شفت صحيح. أمهات صحيح. تلبس في رتب لأبنائها، كان وانشرت هذا الفيديو وكان في تأثير كبير حتى من كثير من المتابعين لي، حتى في في في, في أوروبا وفي في الوطن العربي من سياسيين وإعلاميين وغيرها. نعم. نعم. يعني مشهد أنا عندي رغبة نسأل اللي ما يبيش يشوف هذا المشهد، ليش؟ لماذا يعني؟ شنو صحيح. عندك البديل؟ يعني أي وطن تدعي إنه ممكن تبنيه بيكون عندك أنت جيش حقيقي، أو يا سيدي مشروع، يا سيدي مشروع للتف حوله أنه يصبح يوما ما مؤسسة كبيرة. وبعدين مؤسسة عسكرية في ليبيا عريقة، هي من أيام المملكة في قبل المملكة. إيه يعني المملكة. نعم. يعني ليش تبي تقتلها أنت؟ وليش تبي تفهها وتقول بايا من حيها تون هو هذا جيشه تون ديروه؟ أمتى تتأسس؟ أمتى؟ إلى متى؟ يعني متى التأجيل والمخططات والعبث بالقوانين وإحالة الضباط إلى تقاعد والمؤامرة والمخططات والاغتيالات؟ نعم نعم. كان مشروع خطير كبير. نعم. والنجاة منا كانت فعلا عبارة عن إرادة وتوفيق إلهي، إرادة ربانية. نعم. لهذا الشعب. نعم. أن ربك. وأعتقد رأيت الفرق الآن في بنغازي بعد سنوات ممكن حضرتك. الفرق أنا صادم بصراحة. يعني كيف؟ بأمانة صادم. أنا كنت أتابع نرسل. صادم كفرح ولا صادم كفرح. نعم. يعني يعني توقعنا الوضع كويس ونرصد. نعم. الناس من زمان، لكن بهذا الشكل حاجة مبهجة. وأتمنى أن اللي قاعد غافل يستفيق ويفهم أن الموضوع هو أكبر مما هو يتصور وأكبر من تفكيره. لو هذا الغافل أستاذ حسام ممكن وصلنا للدقائق الأخيرة بعد الإضافة طبعا. نعم. وقت إضافي حصلنا. هذا الغافل الآن الموجود ربما في رقعة من الوطن الآن، سواء في طرابلس أو في صراتة أو غيرها يعني، وأنت ابن هذه المنطقة تحديدا. أنا ابن ليبيا كلها. ابن ليبيا، لكن ولدت وترعرعت وتفهم طبعا الكثير عن معطيات نحن لا نفهمها في هذه المنطقة. هذا الغافل كيف يمكن توعيتها؟ هذا الغافل ربما كيف يمكن توجه له رسالة الآن أستاذ حسام؟ أنا أقول لك رأس هذا الأعظم مؤمن وعارف، هذه حقيقة يجب تصل للجميع. راهو اللي ظهر على السطح من ناشطين أو معلقين، أو كنا نحكي على الموضوع الإعلام وكيف سيطر عليه. نعم. الموضوع محسوم يعني، يضم قلة و ما بيش نستخدم لفظ المأجورين، ما نحبش نطلق هذه الألقاب صراحة حتى على الخصم أو اللي هو مش فاهم، ولكن نبي نقول له أن راهو قضية وطن أكبر بكثير من صاحبك اللي بتجامله، ولا مجموعتك اللي منتميلها، ولا شراكم، ولا اعتماد ممكن تحصله، ولا اعتماد حصلته فبالتالي اللي خدمك فيه مش قادر اللي انك انت تجامله. لا، موضوع اكبر بكثير. لكن عموم الليبيين راهم مع وطنهم ومع الحد الادنى من الامل والتشبث به ل يعني الخروج. ما بيش عنق، نقول عنق الزجاجه، الواحد قال قعدنا في عنق الزجاجه وخرجنا، لكن الخروج من هذا المازق الخطير والتاريخي. الثبات والصبر والاقتناع بأن على الأقل في الجانب الأقرب للحق والصح. لكن لو وجهت بسؤال، أن تعبنا نحن خلاص معش نبنا حنمشوا مع اللي مشوا خلاص، يعني ممكن يقول أحد يعني؟ والله نقول له تمام، هو ده نوع يعني نوع من أنواع اليأس. ولكن
إن لم تشعر أنك ستدفع ثمن أنت اليوم فحستدفع بنتك وولدك غدوة وحفيدك. فاسعى اليوم وتحمل عشان ترتاح غدا ويرتاحوا أبنائك وأحفادك. نحن في مرحلة استقلال ثانية، نحن في مرحلة ميلاد هذه الأمة وهذا الوطن من جديد. فأنا لست مع التنازل ولست مع التفاوض في كل ما يتعلق باستقلال بلدي وسيادته ووحدته ونبل قضيته. هذا ما فيش تفاوض. في ديروا مجلس رئاسي، ديروا مجلس مش عارف شو تسموه، هذه مفتوحة للتفاوض، هذه كلها مفتوحة. لكن الثوابت الوطنية ما فيهاش أي تنازل ولا تراجع. كمن يتراجع عن شرفه أو كرامته أو سمعته أو لا سمح الله، هذا موضوع ما فيش انفصال ولا جدال. وحدة ليبيا، جيشها الوطني الموكل له بالقانون والدستور والواجب الوطني حمايته والدفاع عنه لآخر لحظة لآخر جندي. نعم. الجيش على فكرة مش مخير، أنت تعتقد الجيش مخير؟ ملزم. لا، بقرار ملزم. لا. نعم. هذا ملزم. نعم. بالقانون وبالدستور والواجب الوطني والأخلاقي أن يقوم بهذا الدور، ومن واجبنا دعمه والالتفاف حوله، وأيضا المطلوب من الساسة مع التقدير لكل مجهودهم اللي قوموا فيه، لكن المطلوب منهم العمل أكثر خاصة في المرحلة هذه. بعض الإعلام وسائل الإعلام الآن يتكلمون عن سخيرة اثنين، والله لا المشري مش عارف الحق جاي. طبيعي مش مع تعاضي والتنظيم عندها برضو، هذا يقولوا غير تعالى بك نقو تمريرة ولا ما زال يطرح. هو من هو؟ ما فهمتش يعني. في من صدر ويتكلم على مصير الأمة ومصير بلدي وأهلي وأولادي وأولادك، وشخص ما تعرفش منين من أين جاء به تتحدث أنت وتقول لا والله كان غير السخيرات نعاود نديروا نظرة تانية نعدلوا شوية. معقولة يعني؟ حتى كشك متاع عصائر لا يدار بهذه الطريقة، لا 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 يمكن القبول بهذا. متفائل أستاذ حسام؟ طبعا أنا مصدر تفاؤل. طالما أن الشمس تشرق من المشرق والله موجود وهو العدل وهو الذي وضع الميزان واستوى على العرش، لا يمكن أن الباطل يستمر ويبقى. كيف يمكن نضخ هذه الطاقة الإيجابية والتفاؤل؟ أولا يجب يكون في إيمان بالله، يعني الإيمان ما قدرش نغرسه في نفوس الناس. يجب تكون أنت مؤمن في داخلك في قلبك بأن الله موجود وأن الله عدل، وأيضا مؤمن بقضيتك على الأقل الثوابت الوطنية يا سيدي. صحيح. وحدة ليبيا وسيادتها، وأن أي مستعمر أجنبي ما يكونش على أرضها. الحديث معك كان ممتع أستاذ حسام. الله يخليك. أنس بنغازي، أنس القناة. شكرا جزيلا، وأنا سعيد بالدعوة هذه ونتمنى لك. تشرفت أيضا بالحوار معك، أنت زميل أكثر. نحن أكثر من صديق وعزيز علينا جدا يعني، وإن شاء الله كنا خفيفين على المشاهدين. إن شاء الله إن شاء الله. أنا لي سنين على الكاميرا وعلى الضيوف في قناة ليبية، أتمنى أن نلتقي بهم في برنامج قريبا، مش حنعلن عليه توا إن شاء الله، لكن حيكون فيه إن شاء الله. وإن شاء الله نقدر بإذن الله بالتوفيق نمارس. هذه معركة ولا خيار، يعني لا خيار فيها، حتى نرى البسمة على كل على شفاء كل ليبي، ما فيش فرق بينهم إن شاء الله بكامل إلا المؤدلج لا مكان لأدريجي إن شاء الله بالتحليل الكامل إن شاء الله، إن شاء الله ونلتقي في طرابلس بالتأكيد قريبا إن شاء الله يا رب، ونلتقي في كل مكان في ليبيا إن شاء الله. شكرا لكم مشاهدي الكاميرا بكم.